بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. وأيام شديدة الخصوصية للنادي الأهلي عندما يديك المنافس القول الفصل. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وحلقة جديدة في مساء الاثنين من ملك وكتابة. هي بالفعل زي ما أشار المهندس عدلي، بعد حالة من الارتباك والاشتباك والالتباس والكلام على علاقة كفالة وكلام أعتقد تبعتوه بشكل كبير جدا، يهديك المنافس بالفعل الحل الجذري لهذه الإشكالية. لكن ده جاي في توقيت كمان أعتقد الأهلي بياخدوا خطواته في دوري أبطال أفريقيا، عنده مباراة مع الترجي لعبها، حقق نتيجة تعادلية أثارت بعض القلاقل. هل بالفعل هؤلاء الذين انتابهم القلق على الأهلي في هذه البطولة عندهم حق ولا لا؟ هل ده مؤشر لشيء ولا الحقيقة والواقع إيه؟ هل فريق الأهلي هيفضل على هذه الحالة ولا مهندس الصفقات يتحرك في السر؟ هل الأهلي فعلا يدخر وسعا في سبيل تدعيم فرقته؟ وإيه ملامح الصفقات اللي ممكن يهتم لجنة الكورة مع الجهاز الفني مع مدير الصفقات بإبرامها لاستعادة قوة ونجاعة الفريق؟ أعتقد حلقة تأتي في هذا التوقيت الذي يتواكب مع مرور 16 سنة على رحيل خالد الذكر دوما الكابتن صالح سليم. دي مسألة برضو تدفعنا للتوقف بتأمل يا باشمهندس. كابتن صالح سليم واحد من أهم حراس قيم وتقاليد النادي الأهلي، ومن أهم معلمي الجيل الحالي بالنموذج وليس بالمحاضرة. كان يفعل والكل يرى ويقتنع ويقلد. ترك خلفه مدرسة هي تحافظ على الأهلي بقدر ما تستطيع، ولكن هو صالح سليم واحد. ولكن أيضا في ظل الأحداث الصخبة دايما أنا في آخر النفق كده المنحة في المحنة والكلام ده حقيقي وكلام كتير جدا أنت مجهزه لنا، وبس أرجو أن العطل الإلكتروني اللي بيشل حركة الناس من العصر يكون انتهى عشان نقدر نجيب للناس يعني اللي يقدروا يتابعوا معنا بالصوت والصورة والأدلة ما سوف نتحدث عنه. ابقوا معنا، هناك الكثير لنقوله في هذه الحلقة، ولكن من المؤكد يجب أن نبدأ نبارك بقى لكرة اليد. التهنئة صحيح. طبعا كرة اليد اللي رغم صعوبة الموسم والظروف الخاصة والإصابات وعدم التدعيم الكامل إلا أن برضو الموسم دي تاني بطولة حصدها فريق كرة اليد المرتبط، ثم الآن دوري المحترفين، ويأتي طعم الفوز على المنافس الذي قال أنا نادي القرن في كرة اليد، فهذا فوز له طعم خاص. على أي حال مبروك كرة اليد، وحنتحدث عنها ولا؟ طبعا عندك أبطال كرة اليد النهاردة فازوا بالدوري بعد التغلب على الزمالك 27-26 في المباراة الفاصلة اللي احتكم ليها الفريقان بعد فوز الزمالك في المباراة الماضية. والحقيقة فريق كرة اليد يمكن برغم كل الثقة اللي فيه، لكن الناس كان عندها بعض القلق شوية. ده من خلال يا باشمهندس انه في الفترات الأخيرة باستمرار الأهلي بقى متقدم بسكور ثم يقلص الزمالك الفارق ويكسب بفارق جون. منتهى الندية بين الفريقين. خلينا واقعيين. جون دايما الفارق جون. الفرقتين فيهم ندية واضحة. يمكن في البطولات الإفريقية ما اهتمش الاهلي انه يدعم صفوفه بالشكل الكامل بعكس الزمالك. ف طبعا لكن المسابقات المحليه لا، الاهلي ماشي بشكل معقول، يستطيع ان يكون افضل من هذا. يستطيع، واعتقد الموسم الجاي باذن الله هيكون افضل من هذا. في شغل كتير بيتعمل باذن الله لان طبعا كره اليد كمان فيها لوائح غريبه، يعني انت ممكن كل سنه فرقتك دي تتغير. لكن القاعده القويه جدا جدا في الناشئين في النادي الاهلي هي اللي مخليه قادر يكمل، بدليل ان دوري المرتبط باستمرار للاهلي لانه وراه
قاعدة قوية، قاعدة ناشئين قوية. أتمنى التوفيق والكابتن عاصم حماد، وطبعا كل الدعم من رؤوف عبد القادر الذي يلقى أيضا كل الدعم من مجلس الإدارة. وأنا حضرت بعض اللحظات وتقال له شوف اللي أنت عايزه وإحنا كلنا معك. فأعتقد النهاردة أنت بطل الدوري كرة القدم، بطل دوري الطائرة، رجال وسيدات كرة اليد. أعتقد حتى الآن الموسم نستطيع أن نطلق عليه موسم ناجح. هربت مننا مباراة السوبر، أرجو أن يدعم فريق اليد مركزه بكأس مصر إن شاء الله. بمناسبة الناشئين، امبارح في كرة القدم الأهلي فاز على الزمالك في مواليد 97-2-0. سجل الهدفين بيكهام وأحمد ياسر ريان، وأعتقد هذا الفوز برغم أهميته باعتباره بيجمع الأهلي مع الزمالك إلا أنه ما أثرش على ترتيب الفرقتين، والاثنين في ترتيب متأخر. بطولة 97 المتصدرها أو البطل فيها بطل الدوري طلائع الجيش، وفي المركز الثاني أو الأهلي في المركز الرابع والزمالك في المركز الخامس، وده له سبب وجيه جدا. الأهلي يا باشمهندس 12 لاعب في مواليد 97 معارين بره، في 8 متصعدين للفريق الأول. الناس مش واخده بالها انه باكا على نيدفيد، على احمد ياسر ريان، على احمد حمدي، على اكرم توفيق. لا طبعا، كل دول بيلعبوا في الفريق الاول، ما بيلعبوش مع فرقته. والمعار ناصر ماهر واربعه كمان. الفريق ده وفوزي الحناوي، الفريق ده له هدف، مد الفريق الاول بالعناصر المبشره. ايوه. ف مساله انه يجيب البطوله تعرف امتى تقلق؟ لما كانش فيه اعراض ولا كان فيه تصعيد. لا الله، طب وبعدين؟ لا بتقدم للفريق الاول ولا بتاخد بطوله؟ لا. لكن اعتقد ان فرق الكوره السنه دي، ولو ان يعني الواحد مش راضي برضو، احنا انت عارف قطاع الناشئين في الاهلي ده مساله شديده الاهميه، ولذلك يمكن السنه دي في اتجاه بالدعم من تحت شويه. لانه الحقيقه بقى لنا الموسم مش ده، اللي قبليه كان موسم مش موفق خالص. فطبعا ابتدت من خلال التدعيمات، يعني وان كان الـ يستحق مجهود اكتر وتطوير اكتر. بالنسبه لبيكهام، ما احنا نقدر نقول بقى انه قد تمت الموافقه لنادي الاتحاد على استمرار فوزي الحناوي موسم اخر. وإعارة بيكهام للاتحاد؟ وإعارة بيكهام للاتحاد، ده خبر. إعارة بيكهام ده بدأت أراها ضروري، بدأت تندع معاك أهي شوية. لا أنا أراها مهمة. ما هي أنت ماشي في سياسة إيه؟ أشوف ولادي بدل ما قاعدين يلعبوا ناشئين، لا يلعبوا دوري ممتاز. بالظبط. فأعتقد إن هي والاتحاد السكندري حبيبنا و و و و ورفيق علاقة الدرب، علاقة شعبية، رفيق الدرب. ودائما وأنا هنا عايز بس الأستاذ محمد مصلحي يعني يتبنى مع كابتن خطيب رجوع التقليد الذي كان يبدأ الموسم بمباراة لازم بين الأهلي والاتحاد. وكانت بتبقى في اسكندرية عادة يعني. الموسم يبدأ بمباراة ودية بين الأهلي والاتحاد، يا ريت يرجع هذا التقليد. بالعكس دلوقتي تتسوق وتبقى ضربة بداية حلوة. شعبية حلوة. حلوة. حلوة، وكانت عاملة نوع من الخصوصية في العلاقة يعني. طبعا احنا بنحب أندية كتير، كل الأندية الشعبية أنا ضعيف ناحيتها يعني. طبعا. واعتقد ان النادي الاهلي يعني ايضا يعني دائما ما يدعم هذه الانديه، لان هو شعب مصر مجموعه من الاقاليم والقاهره والاسكندريه. صحيح. طب ما هو لازم يساعده. فاتمنى ان ربنا يوفق المعارين عشان يحققوا لنا الاهداف اللي احنا بنرجوها منه باذن الله. طيب، في اخبار استعدادات الاهلي في هذه المرحله، باكا تم تطعيمه ضد الالتهاب السحاية عشان يشارك او يسافر مع البعثه لاوغندا ان شاء الله للقاء كامبالا سيتي. في تدريبات منفرده اداها احمد ياسر ريان واحمد حمدي بعد ما رجعوا للفريق الاول من مباراه الناشئين امام الزمالك، بينما علي معلول وسعد سمير خاض تدريبات جماعيه مع الفريق النهارده، والجهاز بيسعى لتجهيزهم باذن الله لمباراة كامبالا المهمة قوي. أحمد فتحي ووليد سليمان وباكا شاركوا في التدريبات الاستشفائية على هامش مران اليوم.
الدكتور خالد محمود طبيب الفريق قال ان الاشعه اللي اجريت لعمرو السوليه اللي خرج مصاب في مباراه الترجي اثبتت تعرضه لشد في العضله الاماميه، واكد الدكتور خالد انه تم وضع برنامج تاهيلي لعمرو السوليه وبيامل ان شاء الله انه يتم تجهيزه لمباراه كامبالا باذن الله. لكن جونيور اجاييه مؤكد غيابه الفترة اللي جاية شوية لأنه إصابته بشد في العضلة الخلفية بيعاني منها وكان غاب عن مباراة الترجي. الأهلي بكرة هيأدي مرانه الثلاث إن شاء الله الساعة 10 الصبح، وده استعدادا قبل السفر بإذن الله إلى الإمارات للمشاركة في مباراة أياكس الهولندي في اعتزال الكابتن حسام غالي يا باشمهندس. طبعا حسام غالي يعني غالي علينا انه يسيبنا دلوقتي، نشعر انه كان ممكن نستفيد ويبقى بعض الوقت، ولكن هذا قراره ويجب ان يحترم وهو مصر عليه. نتمنى ان ينجح هذا المهرجان، يعني لعيب بهذه القيمه يستحق ان يقام له مثل هذا المهرجان اللي لن يتوانى احد على دعمه باذن الله. طيب يمكن ده جانب من لقاء الكابتن الخطيب بالكابتن حسام البدري لما زار مران الفريق للاطمئنان عليهم، وانا عارف عندك الكثير من التفاصيل اللي انت ممكن ما تبوحش بيها دلوقتي. لا شوف انا عايز اقول لك حاجه، مؤكد ان الكابتن خطيب ما كانش مخطط انه يرجع في التوقيت ده، ولم يكن يتوقع ان يحصل الضروب اسبوع واحد يكلفك بعض الهزات. لكن هو قطع برنامجه العلاجي، والناس عشان تبقى فاهمه احنا بنتكلم كتير في موضوع علاج الكابتن محمود الخطيب، انا هشرح بسرعه. كابتن محمود الخطيب يعاني من مشاكل في العمود الفقري بعد ما راح وعمل يعني علاجات تدريبيه وتقويات، اتضح انه لازم يعمل عمليه. العمليه كانت تقتضي وضع دعامات من الصلب والمسامير في العمود الفقري، وسافر إلى ألمانيا بالفعل، وهو هناك سأل في كل التفاصيل، فاكتشف إن أحيانا المسامير دي بتتعرض للكسر فكش، وأي واحد يكش مكانه طبعًا. فأكتفي بعملية أخرى إنها شالت بعض الزوائد من بعض الفقرات، ولكنها لا تحقق النتيجة الكاملة، ولكن يستطيع أن يتعايش لفترة معاها بس ببرنامج غذائي وتدريبي وتأهيلي معين. كابتن خطيب قطع هذا البرنامج عشان يجي يحط النقط على الحروف ويلملم الأوراق اللي كانت تبدو أنها قد بعضها بدأ في التبعثر يعني. وجاء وفعل ملفات كتير جدا، ويمكن اليومين اللي فاتوا دول أنا يعني كنت باصص على جزء كبير من الملفات دي. اخرها النهارده جلسه مجلس اداره اتعملت في الشيخ زايد. لازال مستمر. لازال مستمرا. ليه؟ تقنين كثير من الامور، ثم مساله اللي مستني قرارات تخص الكوره في المجلس، لا، لان الكوره بتناقش في حته ثانيه وبعد المجلس. وهو كان اول عمل له ان يروح الكوره، حضر التدريب وحضر البتاع وسافر حضر المباراه ورجع واجتمع مع الكوره واجتمع مع جهاز الكوره، واصبحت الرؤيه بتتكامل عنده علشان تتحط الخطه النهائيه اللي بعضها يعني ظهر وتم تكليف به. مش هنقول تفاصيل طبعا، لكن مؤكد في حرص من النادي الاهلي على انه يدعم في الاماكن اللي هو عايزها، ولكن برضو الذعر اللي احنا حاسين بيه وإن كان مبرر، لكن إنه برضه مش للدرجة دي. هو تبريرك إنك أنت مش واخد بالك إن كان ممكن ده يحصل خلال أسبوع. وهنناقش دلوقتي يعني خسارة الزمالك والفوضى التي حدثت في هذه المباراة والتوفيق الشديد جدا من ثلاث هجمات للزمالك يجيب جولين، وعدم التوفيق للأهلي لدرجة أكثر من كورة جنب العارضة وفي العارضة وسيطرة كاملة للأهلي وصلت 70 ل 30 لنادي الزمالك في الأفريج في المباراة، أرقام قياسية في كل المباراة تدل على أن الأهلي كان صاحب اليد العليا ولكن لم يكن صاحب الحظ الأوفر. خلاص خسرنا المباراة،
الرزل بقى بعديها مباراة الكأس والتي انتهت مش بالأداء المطلوب، نتيجة غيابات غير مسبوقة في أهم العناصر، أزار وأجاييه ومعلول ثم سولية ثم يعني لا سولية ده آخر مباراة، غيابات جامدة جدا يعني. تقوم تتركز كلها أصل عشان عبد الله السعيد، لا ما هدول حتى لو عبد الله السعيد موجود ودول مش موجودين مش هيعمل حاجه، الاداء بتاع عبد الله السعيد مين هيترجمه؟ صحيح، ما هم دول اللي بيترجموا. فالفريق كره هو فريق متكامل، واستطاع ان يحقق 14 فوز ومش عارف كم تعادل دون هزيمه، لغايه كانت الناس كلها بتتكلم على هذه الارقام. انما هل في مباراه قال لما تكون انت النادي البطل اللي عايز كل الالقاب اقلق والقلق صحي، وانا بطلب من الناس ان تقلق لكن لا ينبغي ان تنقلب على فريق. في فرق بين انك تقلق وفرق انك انت تتحول الى معول. طيب يعني ما هي دي برضه ملحوظه مهمه قوي، فريق واخد بطوله الدوري بفرق كبير جدا عن اقرب المنافسين، عامل نتائج هي الافضل من سنوات بعيده، جهاز تقريبا محقق ارقام قياسيه عاليه، خسر مباراه مع الزمالك، مباراه تعتبر وديه في الدوري يعني حتى لو تم أيوة التعامل معاها، الناس مالهاش دعوه بالكلام ده. لكن شوف، فجاه تبدلت الامزجه دي خالص يا باشمهندس، علشان في خوف وفي قلق. الفتره اللي فاتت كان في كم من الضجه في كل شيء، بدايه من التجديد للفريق. طب ما تخليني بس يعني اقول لك، ما هي مبرره، انت وانت بطل الدوري انت بتخسر من الزمالك، تخسر من الاسيوطي، تتعادل مع الترجي، ده القلق. القلق مبرر، ما انا بقول لك القلق مبرر. هو احنا مش ما احنا جزء من الجمهور بالظبط، بس جزء شاء القدر يكون على التصاق بالاحداث فيقدر يشوفها بشكل مختلف ويلم قلقه ويقول نتصرف ازاي عشان نعالج هذا القلق. بس الماتش شوف عامل ازاي، مش راضي. يعني انت بالكور، لا دي ده ماتش تاني، ده افتكرت ده الاسيوطي. لا فاللي انا عايز اقوله دي اهداف الاهلي. اللي انا عايز اقوله، وقد قدم الاهلي موسما متميزا باشاده الجميع، عندما يعني يخسر 6 عناصر رئيسيه بالمعنى المفهوم، لازم يحصل هذا. لا يمكن فريق يستحمل غياب ميسي وسواريز و بس راي تاني. ما انت اللي فرغت الفرقه ومشيت ناس، ما احنا بنتكلم. حلو الحوار اللي انت بتنكشني. وقتها ما كانش تفريغ الفرقه، لان الفرقه ما كانش فيها الاصابات دي. يعني انت هتتحسب ان يحصل اصابات لكل هؤلاء؟ لا. طب الباقي دول كان يقعدوا جنبك ولا يطلعوا احسن يعبروا عن نفسهم ويكتسبوا الخبرات وييجوا؟ وقتها كان تقييم القرار نهائي هايل، واستمرت تكسب. انت استمرت عملت كده صحيح بعديها، صحيح ارتقاء هايل في لكن الجمهور الذي تعود على الانتصارات ما كل ده لا يعنينا. واصبح العمليه معلقه على موسم الانتقالات. وهنا يعني عايز اتوقف، يعني لا ينبغي ان يتحول موضوع الانتقالات الى غايه. الانتقالات هي وسيله للدعم وليس غايه للحصول على اللاعبين المميزين اللي ممكن تجيب لعيبه مميزه وفي الاخر ما توصلش النتائج. لان انت في الاخر عندك افضل عناصر في مصر، دي مش عايزه مناقشه، دي مش عايزه مناقشه. لكن هتدعم هتدعم، لان برضو هو طبيعي كم الاصابات الذي يحدث لخط الظهر ده مش طبيعي ابدا، مش طبيعي. رامي ربيعه، سعد سمير، معلول، لعيب يجي التاني يغيب. طبعا هنرجع تاني نقول حجازي، ما افتكرناش حجازي لان كنا كسبانين على طول. دلوقتي هنفتكر حجازي، هنفتكر عبد الله السعيد، هنفتكر مؤمن، كل دول كانوا بيتعرضوا للهجوم وهم موجودين. اللي انا عايز اقوله يا جماعه، النادي الاهلي يحاسب كفريق. هندعم باذن الله، هندعم، هنبذل جهدنا، هنجتهد بقدر هندعم. ما فيش حاجة اسمها كده، ما هو يا ابراهيم والنبي، ده بقى اللي بيحط الناس في توقعات. انا حريص قوي على الفاظي. انت هندعم يعني، وبعدين يقول لك عادل قيعي قال هندعم.
ما ينفعش. مش احنا مش جايين نضحك على الناس، احنا جايين نحط الناس معانا تشاركنا المسؤوليه. هندعم بمين؟ بافضل العناصر اللي احنا من وجهه نظرنا شايفينهم كده. لكن تعالى حتى على الفيسبوك، هو الناس متفقه هي مين افضل عناصر؟ كل حد شايف نفسه بيرشح حد يقول لك كده، واخد بالك؟ اذا انت مهما جبت لن يكون هناك اجماع على لعيب تجيبه. واخد بالك؟ اه طبعا. فالدعم الدعم نتيجته تبان لما ينجح في فريقك، مش لما انت تحصل على بطاقته. هو ده، انت عندك لعيبه كويسه جدا حتى الان ينتظر ان تعبر عن نفسها. نحن في انتظار هشام محمد. مش كده؟ نحن في انتظار ميدو جابر، نحن في انتظار صلاح محسن. صلاح محسن. نحن في انتظار مروان محسن. صلاح محسن الماتش اللي فات الحقيقه يعني بيقول لا، هو عنده امكانيات مش عايزه مناقشه، لكن انت جاي تحمله لي مسؤوليه ايه؟ اخر واحد حاسبه في الليله دي النهارده. انتظر على صلاح محسن ده شويه موسم ونتكلم. ولكن مش معنى كده ان احنا يعني هننتظر ان هو ما يأدي، لا هيأدي، بس ما تحطش توقعات عاليه قوي عشان ايه؟ ما طيب تظلمش الراجل اللعيب. ده صاحب الهدف ده ازارو، وليد ازارو، يعني فجأة انا شايف انه التأثير الاساسي في الثلاث ماتشات اللي فاتوا أزارو. غياب ازارو، لان ازارو بيعمل السرعه المهمه في خط ازارو الهجوم. مش بس عشان بيجيب جواه، هو بيعمل لك ايه تكتيكيا في الفريق اللي قدامك. ما بيدولوش اي نوع من الاريحيه انه يلعب. بيضغط في كل حته وسريع جدا. مروان بيضغط في كل حته مش بسرعه ازارو، ولكن طيب. بطعم مختلف. هو سافر المغرب عنده عروض ولا رغبات خارجيه؟ لا عروض ايه يا سيدي؟ عروض مين هيسيب ازارو؟ مين هيسيبه؟ ولا هو طلب. واخد بالك؟ وازارو يوم ما يتكلم هينتظر كاس العالم. مش هيبقى الكلام دلوقتي. وده اللي انا عايز اقوله. ما هو النادي الاهلي ما ينفعش يقول رحيل فلان، القرار مش بيد حد. ده في عقود هتحترم. بالظبط. ازارو راجل مصاب، ايه قعدته هنا يعني؟ اذا كان يساعده انه يسافر واصابته قالوا عنها هتتجاوز فتره، فيسافر يحضر علاج هناك في المغرب ويرجع باذن الله. انما بمجرد سفر لعيب قال لك هيتعالج بالسحر في المغرب. موضوع السحر ده يعني تلقيح كلام على ان ازارو موفق بالسحر. ده ايه الجمال ده؟ على فكره اللي بيتكلم على السحر هو اللي بيلجأ للسحر، المؤمن بالسحر هو اللي يلجأ للسحر. الاهلي لم يتحدث عن السحر اطلاقا. طبعا. ولو عايز يتحدث عن السحر يقول اللي حصل له الثلاث ماتشات دول. هم ده السحر بقى. انك تبقى 70% وما تكسبش. ان الحكم بالمناسبه يعني. يعني احنا والله احنا بنكون سبب في تكريم الحكام. عندما تنتقد حكم فثق ان عصام عبد الفتاح يكرمه. واحسن ما في خيلك يركبه. يعني بصرف النظر انا ما شفتش المباراه ولا التحكيم والكلام ده. انت حكم عمل مشكله يا اخي خليك واقعي، حتى من باب الحرص على نجاح حكامك والحرص على ثقه الانديه الكبرى فيك. هو انت فاهم ان انت تعمل كده انت شاطر؟ ايه الشطاره في انك انت عندك القرار وناس بتهاودك وبتعمل اي حاجه استفزازيه؟ حكم الناس اعترضت عليه وظلم الاهلي واخرجه من كاس مصر. ثم وديه للمنافس. لا في اهم ماتش. في اهم ماتش. بصرف النظر هو اجاد ولا ما جادش ولا الماتش ما كانش محل اختبار ولا دي مش كلامي انا، فكرتك انت ايه يتقال معروف وبعدين يتغير. هو ايه التغييرات دي بتتم ليه؟ معلوماتك برضو عندك معلومات وانا عندي معلومات، انا يعني بلغت ان معروف هو الحكم. وانا بقاش يعنيني مين الحكم خلاص. دي يعني الاسماعيلي يعني الاطراف الاخرى لا يعنيني. لكن اخر واحد توقعت انه يجي محمد عادل. خلاص انت على الاقل يا اخي فاهم الناس، لكن انت بتفهمه ايه؟ برافو عملت اللي عليك، تسلم ايديك وتسلم صفارتك. لما تعمل كده تسلم ايديك. وصلت. لا الموضوع ما تستخدم يعني لا تعولوا على صبر مسؤولي الاهلي اكثر من هذا، ولا تستخدموا
الشياكه بتاعت النادي الاهلي، وان هو يعني له نهجه الخاص في هذا الامر اكثر من هذا. ما تضغطوش بقى على الناس اكثر من كده. انا بقول لك انا عارف بقول ايه. فيعني ده مساله خلاص. الزمالك وصل لنهائي الكاس، مبروك. ما اعرفش هيبقى مين الطرف الثاني. هو بكره بقى الاسيوطي وسموحه. ايه الاسيوطي وسموحه؟ طيب خلاص، هم الانديه كمان يعني الاول قال الاسماعيلي عايز حكام اجانب. علي ماهر بكره زوج الاثنين. ده كان لسه هنا الاسبوع اللي فات غلب الاهلي وبعدين رايح يغلب. لا هيلعب سموحه اللي هينتقل لها. وانا بقول لك ماشي. لا باذن الله علي ماهر الراجل يستطيع ان يفصل بين الامور. ده تربيه الاهلي يعني. صحيح. لا عامل حاجه جميله الحقيقه. على اي حال طبعا احنا كنا بنقول ان النادي الاهلي مر باسبوع او 10 ايام شداد شويه. الفتره الجايه حصل حاجتين مهمين جدا جدا جدا. الحاجه الاولى معرفش تحجلها في سياقها بتاعه ما حدث في موضوع معالي المستشار تركي آل الشيخ. الحدث الثاني بقرا فوز كره اليد اليوم شديد الاهميه. صحيح. لان نال من هذا الفريق من الانتقاد فانه يستطيع ان يفوز ببطولتين حتى الان من ثلاثه. اعتقد ان ده نجاح. طيب المعروف انه الاهلي الجهاز الفني لسه ما قدمش تقريره، كابتن حسام البدري ما حددش اختيارات ولا احتياجات ولا قال قيمته هتبقى تخلو من مين ولا هيستغنى عن مين. ومع هذا الجرايد مليانه يا باشمهندس انباء عن القايمه. الاهلي يضحي بحمودي ورحيل وتوفيق والشيخ وشرط وحيد لبيع ازار ومعلول واجاييه. وشرط ايه؟ شرط وحيد لبيع ازار ومعلول واجاييه. يعني بس ما عشان امشي مع الوطن. الاهلي ضحي بحمودي ورحيل وتوفيق والشيخ. عجبني قوي فكره ان الاعلام بيعلم اكتر من المسؤولين اللي جوه النادي الاهلي. يعني هي تجربه تبهرني. لان وبعدين تلاقي اسماء كتيره هيجي حد فيهم هيجي يقول لك انفرادنا. لا انا مش بص، الوطن يرقصها الصحفي اللامع الكبير الاهلاوي الكبير محمود مسلم. وهو زعلان قوي. هو يعني وانا عرفت انه زعلان من عنوان معين اللي عاتبت فيه صديقي وحبيبي ايهاب الخطيب. قلت له لا ما تجيش منك يا ما ينفعش كده. ولكن احيانا قسوه المحب تبقى اشد من قسوه المنافس. فيعني عايزين نهدي الامور لان انا عايز الناس بس تثق. الاعلام اعلام، لو عندك معلومه لازم تكتبها، لكن ما الاجتهاد ما يتحطش انه يرسم لي سياسه ويحرك لي راي عام ويطلع في الاخر في اطار الاجتهاد. لكن لو معلومه ما اقدرش ازعل منك، حتى لو معلومه انا عايز اخبيها وانت عرفتها مش من حق ازعل. حق ازعل من اللي بلغها لك. طيب الجمهوريه بتقول لك العمليه قفشه في الاهلي. اسقاط جميل. العمليه قفشه. ايوه. يعني شغل مخابراتي قوي. على مجدي قفشه. برضه ده نوع من التكهن الذي يصل بصاحب التكهن الى درجه اليقين ان الجميع يتحدث على ان قفشه لعيب. بس هو صحفيين عنوان حلو. عنوان حلو ما انا بقول لك. قفشه كل الناس بتقول لك ان هو راجل فيه السمات اللي ممكن تدي لك صانع العاب. ولو ان برضه عايز الناس تفهم حاجه واحده، قفشه غير قفشه هيحتاج وقت. مش هيجي يركب والترسي يشتغل. ما هو اللعيبه مش تروس. مش جماد، اللعيبة بشر يمتلكوا. والأهلي سيستم. والأهلي مش هتقدر يعني في العربية شيل الترسي ده وجيب الكود نمبر المظبوط عايز يشتغل وخصوصا لما يكون أصلي.
والمضروب هيشتغل شويه ويبوظ بسرعه. لكن البشر مش كده. البشر انت بتجيب النهارده محمد صلاح ما هو عايش احتفاليه احتفاليه احتفاليه، بعدين مشكله في الـ يعيش فيها كام يوم في الـ في موضوع الحقوق الرعايه والكلام ده والاعلانات، يبتدي مستواه يهبط والناس تقول لك مستواه هبط. هذا طبيعي، ده بشر ما هواش آلة. فاحنا واحنا بنتعامل لهذا الكلام. قفشه لاعب واعد، ولكنه لازم يتاخد في اطار اللاعب الواحد. ومفيش حاجه تمت معاه لسه. هقول لحضرتك حالا على الهوا هتنفرد معايا يا ابراهيم. ده انت اللي قفش. طيب بمناسبه الاهلي والزمالك برضه والتاريخ، الاستاذ هاني زاده عضو مجلس اداره الزمالك في تصريح اذاعي قال اذا كان الاهلي بيفخر انه ما فازش او ما خسرش من الزمالك طوال 11 سنه في الدوري، فبرضه الزمالك ما خسرش من الاهلي في كاس مصر من اكتر من 2000 يوم تقريبا، وقال انه 2895 زي ما عدوهم، اخر فوز للاهلي على الزمالك كان في كاس مصر من 8 سنين بنتيجه 3-1، كان في دور ال 16 في مايو 2010، حسبهم بالايام قال لك 2895. اتقابلوا بقى خلالهم كم مره؟ مرتين. لا عنده حق بقى. ده كلامه كده شابو. فرقتين اتقابلوا مرتين خلال 2000. الاهلي كسب مره والزمالك كسب مره. لا يبقى الاهلي لما يفوز من يومين. على كل حال زي ما ممكن يعني في بالذات في كاس مصر، هي القياس في الدوري غير الكاس. الدوري كل الفرق المشاركه بتلعب بعضها مرتين، بتلعب بعضها بشكل دوري ومرتين، مرتين في السنه في الموسم، فبالتالي يمكن القياس عليها. لكن لو عايزين نقيس على الكاس ان الناس ممكن ما تقابلش بعضها خالص خالص. طيب لو عايزين نعتمد نفس المنهج بنفس الفكره وفي نفس البطوله وبنفس الفرقتين، ايه رايكم؟ نحتكم للتاريخ. بطوله كاس مصر الزمالك والاهلي ما تقابلوش الا مرتين من 2007. اخر فوز للاهلي كان في بطوله الكاس، لكن لو رجعنا للتاريخ هنلاقي في كاس مصر الزمالك من يوم ما فاز على الاهلي في 21 ابريل 1959. 1959. ما فازش على الاهلي في الكاس الا امتى بقى؟ 21 سبتمبر 2015. كم الف يوم دول؟ دول بالصلاه على النبي 56 سنه وخمس شهور. يا اخي ده انت عليك حاجات. ده محمد مصطفى الحقيقه انا محييه انه قارح قوي فيرجع يجيب. قال لك لا، طب اذا كنا هنعتمد هذا التفكير وهذا المنهج، كم 20,000 يوم دول؟ دول يدوك يا باشمهندس 20,605 يوم. ليه كده بس؟ ده معيار. ما دام عايز تقول لي 2000 يوم، لا خد يا سيدي ال 20,000. هتقلب مع الاهلي في التاريخ مش هتقدر. هتلاقي باستمرار كل فترات التفوق تاريخيا ما شاء الله. دي 2007 نهائي الكاس، ما دمنا بنتكلم في الكاس. لكن يعني الزمالك فريق كبير، الند الطبيعي للنادي الاهلي، المناوش الدائم للنادي الاهلي، المنافس التقليدي للنادي الاهلي، الديربي المصري بين الاهلي والزمالك بيحظى بمكانه كبيره جدا بين كل الدربيات العالميه. لكن التاريخ لما نقوله صح، ولما نعتمد على حاجه بمنهج خلاص نمدد المسطره لاخرها ونشوف. يعني نقول ايه كانت المساله في الكام يوم بتوع الاهلي في الدوري تقابلوا كم مره بالظبط، والكام يوم بتوع الكاس تقابلوا كم مره، هو ده المعيار الدقيق. وعلى كل حال يعني دي في الاخر من باب المكايده يعني بالظبط. طيب بمناسبه الزمالك والعلاقه الطيبه مع النادي الاهلي والتي يجب ان تبقى طيبه مهما اثير حواليها الكلام ومهما تدخلت فيها بعض الامور، كانت الأمور اللي أثيرت في الفترة الأخيرة الحقيقة خاصة برعاية المستشار تركي آل الشيخ للنادي الأهلي، الرئاسة الشرفية اللي منحها له مجلس الإدارة، واللي بعدها أو قبلها أثيرت أقاويل كثيرة جدا من نادي الزمالك.
طبعا مش هنعيد ونزيد في كلام اصله كفيل، والكلام اللي اتقال كتير جدا واترسمت عليه كاريكاتيرات كتيره قوي واتقالت فيه تصريحات من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور. ايه المقصود منه؟ على اي حال يعني خلينا نقول هذا الاسبوع الجمله اللي بدا بها المهندس عادل الحلقه وسط كل هذا الزخم في علاقه تركي آل الشيخ بالنادي الاهلي وكل الكلام اللي بيتقال من قبل نادي الزمالك رئيسا وجماهير ومسؤولين عن هذه العلاقه، يعلن رئيس نادي الزمالك الاستاذ مرتضى منصور في مؤتمر صحفي منح تركي آل الشيخ الرئاسه الشرفيه لنادي الزمالك بقرار مجلس الاداره. بقرار مجلس الاداره يقابل بتصفيق وبعاصفه من التحيه، وبعدين نشوف الاول القرار. انا سافرت السعوديه ما يعوض على حسابنا، احنا حرين يا خالد الغدور. احنا انت اصلا زملكاوي انا بشوفك صح. احنا حرين. حدش علينا حاجه. انا بشكر تركي الشيخ على الاستقبال الحافل اللي انا استقبلت بيه والوفد معايا فوق الوصف. انا الوحيد اللي خدني في عربيته، في عربيته كان فيه وفود من كل دول العربيه، في عربيته لغايه بيته عشان يعزمني على العشاء. الوفود كلها راحت فوق. بشكر. تخيل تركي الشيخ انتحر بقى، انتحر. مجلس الإدارة خد قرار إهداء الرئاسة الشرفية لتركي المستشار تركي الشيخ من غير فلوس. وكأن القدر أراد أن يضع النقط فوق الحروف ويحسم هذا الجدل. أيوه. الذي بفعل فاعل وبمثل أحاديث كثيرة وإيماءات كثيرة وناس مش عاجبها العلاقة اللي بين الأهلي وبين محب كبير زي معالي تركي آل الشيخ، فلازم الضرب في العلاقة. حتى بدأ بعض جماهيرنا يتأثر من هذا الكلام، فيهديك القدر مثل هذا الموقف اللي هو الاختبار بقى. طب تعالى بقى، رئيس شرف النادي الأهلي يعرض عليه الرئاسة الشرفية من نادي الزمالك الذي كان يراه كفيلا وكان يراه كذا، ثم يعني ينتشي بالاستقبال الحافل وبالدعم الكبير، ثم الرئاسة الشرفية. جاءت ساعة الحقيقة. الحقيقة ساعة الحقيقة ما استمرتش أكتر من ساعة. التعبير مجازي من المهندس عدلي، لكنها فعلا ربما دقائق قليلة من إعلان رئيس نادي الزمالك منح المستشار تركي آل الشيخ الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك، دقائق فقط، وغرد تركي آل الشيخ عبر تويتر. أولا كان ممكن نعرض لحضراتكم نص التغريدة والتوقيت بتاعها بالظبط، لكن المشكلة التقنية النهاردة في الإنترنت في القناة حلت دون داء. لكن لو بصينا في التوقيت هي دقايق تقريبا، لكن انت مضمون التويته معاك. انما المضمون انه اولا بيشكر نادي الزمالك رئيسا واعضاء وبيقدر الجميع وبيأكد رفض وقبول هذه الرئاسه الشرفيه. ليه؟ ايوه، لانه قال قبل ان اكون رئيسا شرفيا للنادي الاهلي فانا محب وعاشق للنادي الاهلي. انا اهلاوي عاشق للاهلي، ما اقدرش اقبل رئاسه شرفيه لنادي الزمالك مع احترامه الشديد ليه واحترامه لكل الانديه المصريه والتمنياته بالتوفيق للجميع، انه تحت رهن النادي الاهلي في كل شيء. لكن بعتقد بهذا الحسم وهذا الجذب قفل الباب حوالين الكلام الفارغ. مين بقى كان يستطيع ان هو يفضل يتكلم ويديك لحظه زي دي؟ مفيش اقوى من هذا. يعني شاء القدر ان يهديك هذا الموقف عشان يقفل الليله، يخلص لك الكلام، يقفل ليله بقى اللي حد هيقدر يقول لك الكفيل ومش الكفيل، محدش هيقدر يفتح بقه.
واخد بالك؟ لأن العلاقة علاقة محب بنادي وهو رجل رفيع المستوى، رفيع القدر، ها؟ شديد الحب. اختار الأهلي فرحب به الأهلي. فرحب به الأهلي. ناس كتير أزعج هذا الحب الذي يترجم إلى فوائد للنادي الأهلي. فوائد كبيرة. فسعت إلى ضرب هذه العلاقة. وفشل المخطط وارتد مش عارف ايه الى ايه. هذا كلام جاء في توقيت مناسب يضع نقاط على الحروف. كانت النتيجة ان خلاص جمهور الاهلي استوعب هذا الامر. طبعا في محاولات ما زالت مستمرة، ها؟ ما احنا من الاول ما كناش عايزين، ما احنا من الاول ما كناش مش عارف ايه، ده من الجهة الاخرى. وان ده وصل الامر بمن يعني هالهم الموقف، انه دي تمثيليه، حاجه تضحك وناس لا تيأس من ايجاد التحليل. طب ما نشوف رد فعل رئيس نادي الزمالك على قرار تركي آل الشيخ زي ما قالوا في صدى البلد. اعلنت انه منح المستشار تركي آل الشيخ رئاسه شرفيه نادي الزمالك، ثم بعد ذلك مكتبه في القاهره اعتذر وشكر نادي الزمالك والقلعه البيضاء. استقبلت هذا الامر ازاي؟ لا طبعا، بص احنا استاذ احمد، انا اول واحد اصطدمت بهذا الرجل لو تفتكر، وبعدين قعدنا اصطلحنا، مش اصطلحنا يعني، كان هو راجل اهلاوي زي كده بطريقه يعني جامده، واخد بالك؟ ودي حاجه كويسه، كل واحد يحب النادي اللي يحبه يبقى كده بيدافع عنه، دي حاجه كويسه مش وحشه. اهلاوي؟ لا اهلاوي زيك كده بيغيظ يعني، متعصب شويه. لا لا يغيظك يعني يعني يغيظك يعني، هو كل شويه يبعت لي حاجات كده في التليفون بعكسك اسمها بالظبط كده. فالمهم ان احنا راجل محترم، حصل نعم. حصل اجتماع. الراجل ده محب لمصر فعلا جدا، الراجل ده عاشق لبلدي، نعم. الراجل ده عمره ما حس ان هو سعودي، نعم. حس انه سعودي مصري او مصري سعودي، صحيح. لما انا سافرت يا استاذ احمد عشان بطوله القرعه البطوله العربيه، اي يكفيني انه من ايدي لعربيته لعشا في بيته. انت عارف احنا فلاحين، انا من بامر او من بشالوش طبعا، الحاجات دي عندنا مؤثره جدا بالنسبه لنا. كلام جميل، هو اكد على اهلاويه الراجل وانه باهلاوه متعصب وبيناوشه، لكن طبيعي جدا، راجل عربي جواد من الجود، قالوا حتى لو المنافس للنادي المفضل، ها، يلجا اليه، هنعتبر انه يلجا اليه او ما يلجاش اليه لسبب ما، جاء حل ضيفا عليه طبعا طبعا ان يقوم بالواجب معه. هذا كلام يعلي قدر الانسان ولا ينال من ولاءه وانتمائه ووفائه، وكلنا أصبحنا مدركين هذا الأمر وشايفينه. المشكلة طويت والسحابة عدت التي أراد يعني البعض أن يحولها إلى عاصفة رعدية، فجت كده تداعب بنسيم وقطرات جميلة من الخير. أعتقد إن ربنا إدانا اللقطة دي عشان يقفل ملفات كتيرة جدا، لأن القادم أفضل بإذن الله أستاذ إبراهيم لكل الناس بإذن الله، وأولهم الأهلي بإذن الله. القادم أفضل بإذن الله. أنت إيه عايز تقول حاجة في الجملة دي ولا أقفلها؟ لا طبعا، في حاجات بس أنت عارف زي ما إحنا قلنا كل شيء في ميعاده، لكن بإذن الله العلاقة تصوب في مسار الدعم السليم وتحديد. خلاص مش هنقعد بقى نعطل نفسنا بان احنا نتكلم كلام ملوش لازمة. الاختبار الحقيقي تم تجاوزه بفوق الامتياز. إذن كل اللي نقدر نقوله او مسموح ان احنا نقوله، جمهور الاهلي يطمن جدا 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 فقط. تفاصيل هذا عايز اقول لك حاجه بس يا استاذ ابراهيم، سياتي باذن الله تباعا ان شاء الله. يطمئن لان هناك جهدا حقيقيا لصالح النادي الاهلي بالظبط، وعلى الله التوفيق باذن الله. بمناسبه الاهلي رموزه
وقيمه وتقاليده. يعني من المفارقة العجيبة أنه هذه الأيام زي النهاردة وإحنا بنحيي ذكرى رحيل المايسترو كابتن صالح سليم اللي توفى في 6 مايو 2002 نتذكر ذكرى ميلاد. انت هتخش على الكابتن صالح على طول؟ لا، ذكرى ميلاد الفريق اول عبد المحسن كامل مرتجي احد رجال الاهلي واحد احنا رموزه. احنا خلاص الفقره اللي فاتت دي واحد رموزه. الفريق مرتجي واحد من رؤساء النادي الاهلي الكبار. صحيح احنا ما اعتدناش الاحتفال بذكرى الميلاد باعياد الميلاد خاصه للرموز اللي رحلت، بنكتفي دايما باحياء ذكرى الراحلين، ذكرى وفاتهم ومحاولة استلهام ما في مشوارهم من دروس ومعاني. فالفريق مرتجي عليه رحمة الله ولد في 5 مايو 1916. تولى الفريق مرتجي رئاسة النادي الأهلي مرتين، المرة الأولى كانت 15 ديسمبر 65 استمر فيها حتى 13 يوليو 67. ثم وده كان بتوصية من الرئيس جمال عبد الناصر وقتها للأوضاع اللي كانت ساءت شوية في نتائج فريق النادي الأهلي. المرة الثانية لما تولى الفريق مرتجي رئاسة النادي من 8 يوليو 71 واستمر حتى 12 ديسمبر سنة 80. دي الفترة اللي الثانية لرئاسة الفريق مرتجي للنادي الأهلي. والفترة الثانية الحقيقة كانت فيها نهضة كروية كبيرة جدا، قدمت للأهلي تجربة عظيمة جدا لفريق التلامذة اللي حقق نتائج ذهبية. توفي الفريق مرتجي في 5 نوفمبر 2013 عن 97 عاما ونص. بإذن الله تعالى في ذكرى وفاة الفريق مرتجي يبقى لنا توقف طويل مع مسيرة هذا الرجل يا باشمهندس. رجل مؤكد له دور بارز في تاريخ الأهلي، من الشخصيات التي لقيت الاحترام، ويعني رحمة الله عليه، يعني ذكرى ميلاده اليوم تستحق التنويه وتستحق، وبإذن الله في ذكرى وفاته هيكون لنا توقف طويل لأعمال هذا الرجل. طيب زي النهاردة كمان بس في 8 مايو 53 الأهلي فاز على الزمالك 4-1 وفي كاس مصر. 4-1 وفي كاس مصر. سجل الأهداف صالح سليم هدفين وكل من أحمد مكاوي وعبد الوهاب سليم هدف، وسجل هدف الزمالك أحمد أبو حسين. في 6 مايو ولكن سنة 77 الأهلي بيفوز على المدينة الليبي 7-2 في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، وده أكبر فوز في تاريخ الأهلي الأفريقي. سجل أهداف الأهلي جونين كل من محمود الخطيب ومختار مختار وطاهر الشيخ، وهدف واحد ترافولتا شريف عبد المنعم. انت كنت في البعثة دي؟ انا بعثة العودة. العودة؟ العودة اللي في ليبيا. انا كنت يعني اصغر واحد في مجلس الإدارة. وكنت وقتها في المجلس اللي كابتن صالح اول مرة ترشح ضد الفريق مرتجي. ولم يوفق كابتن صالح. هي انتخابات 76. 76. واحنا يعني كابتن صالح جمع مجلس كده ينزل معاه الانتخابات دي. وانا كنت معاه اول مره انزل انتخابات. وكنت راجع من كندا في اجازه، فلقيت والدي تعبان، قعدت شويه، جت انتخابات الاهلي دخلتها، قعدت بقى ما مشيتش. نجحت في الانتخابات. وكنت في وقت الفرز، ودي اول انتخابات تشهد الندوات. كانت مجله الاهلي والمجله كلها كانت طبعا مع الفريق مرتجي وقتها، لانه كان رئيس المجلس مع الاستاذ كمال حافظ، والدبل ده مخصص في الهجوم على الكابتن صالح. وانا قلت له يا كابتن احنا بقى لازم يبقى لنا منبر نتحدث منه. قال لي هنعمل. قلت له نعمل قعده كده وندوه في وسط الاعضاء، نعملها ازاي؟ قلت له نيجي نقعد يوم الجمعه في الجنينه، هتجد الناس حواليك. اتجمع حوالينا في اول مره عملناها 500 واحد، فالاداره قالت ما ينفعش الكلام ده. وده وقت عدد كبير. طبعا عدد كبير. قلنا لهم طب ما تيجي ننظمها، قالوا ازاي؟ قلنا لهم نخصص منصه ومكان الناس اللي عايزه تعمل ندوه. واقتصرت على الرئيس، الرئيسين، كل واحد يعمل ندوتين. وبدا هذا الكلام، وانا كنت بقدم ندوه الكابتن
صالح سليم. فلما جاء يوم الانتخابات خلاص الفريق مرتجي متقدم حوالي 200 صوت على كابتن صالح، والباقي اقل من 170 صوت ولا 150 صوت. فاحنا قاعدين فوق في البريدج، فالكابتن صالح بقول له يلا يا كابتن بقى يلا خلاص نمشي، احنا بقى ما فيش داعي للقعده دي. قال لي يلا. فقام، فانا قايم معاه، انت رايح فين؟ قلت له روح بقى يا كابتن. قال لي تروح ازاي؟ انت ما بتعدش لنفسك ولا ايه؟ قلت له ازاي؟ قال لي انت عندك فرصه. انت في مركز معلق على المركز السادس بينك وبين رحمه الله عليه الاستاذ عادل الشواربي اللي هو من قائمه الفريق مرتجي. قلت له طيب. قال لي لا ده انت ماشي صوت بصوت، فانت تنزل تحت عشان تبص تطمئن على الامور. نزلت تحت لقيت رحمه الله عليه الاستاذ كمال حافظ وتونسي رجل الاعمال الشهير وكان صديق الفريق مرتجي، والاثنين قاعدين بيجمعوا بيني وبين استاذ عادل الشواري. المهم انا فزت في الاخر يعني. فلما دخلت المجلس، وهذه له اكثر من قصه طريفه، يعني استبعدت في الاول من كل اللجان ومن كل مش عارف ايه وبتاع، فجاءت البعثه دي. فالاستاذ كمال حافظ بخف الدم وكده قال ايه؟ لا في الاول عايزين لها رئيس بعثه. كان الاستاذ عبد المنعم وهبي وكيل شرف النادي الاهلي. فالاستاذ كمال حافظ قال ولاد المهندس عبد المنعم وهبي بيشتغلوا في ليبيا، ما يطلع يطمن على اولاده ويطلع رئيس البعثه دي. في الوقت ده بعديه على طول وصدر قرار بهذا. حصل البكوش. عبد الحميد البكوش. جه لجأ إلى مصر. وبدأت أزمة قوية جدا بين صحيح. مصر وليبيا. والقذافي مولع. كمال بيه قال لك نوديك لا ما جاتش كده. اعتذر بقى الأستاذ عبد المنعم وهبي. اعتذر. فقعدوا تطلع فلان انا عندي كذا، تطلع علان كمال بيه قال انا والله لولا ان عندي مش عارف. وراح مره واحده بصص وضحك، ما تطلع عادي يا عادل خلينا نخلص منك. انا كنت عايز اقول لك كده كمال بيه هتلاقيه فكر فيها كده. قلت له وانا ما عنديش مشكله. قال لي بجد انت بتتكلم بجد؟ دوش جدا. قلت له والله. قلت له كمال بيه حاجه من اثنين، يا هتعامل على احسن معامله لاثبات التحضر يعني ان عدم خلط الاوراق، يا هيتقابل وهيعملوا هيمسكونا هخش التاريخ وهتبقى قضيه دوليه والناس هتعرف مين عدل القاعده وضحك. قال يعني انت تطلع رئيس البعثه دي؟ طلعت رئيس البعثه دي. ونزلنا الملعب يوميها، واول ما النادي الاهلي نزل لقينا المدرج بيتفرج عليه واحد بس، مين هو؟ جمال عبد الناصر. اترفعت الصور، مفيش المدرج ده متغطي بصورة جمال عبد الناصر. قلب السياسة في ثانية، واحنا قاعدين بنسخن. الكرة دي الماتش ده خسرناها 1-0 رغم ان كسبناها، لان الدنيا كانت اجواء متوترة بقى جامدة. ده كويس خسرت 1-0. لا اطردوا بجون وخلاص. 1-0 ده جه ازاي؟ اندايركت شوطة غير مباشرة دخل. يعني اتشاطت، لو سابها الكابتن ثابت البطل كان واقف جون، لو سابها ما تتحسبش. فطار لمسها ما خدش باله، دي اجواء ملتهبه في الملعب، ما خدش باله لمسها اتحسبت جون. فكانت من اول مهمه رسميه ليا في النادي هي الاهلي ايفر يعني، هي كانت رئاسه هذه البعثه وكان ليها ذكريات الخاصه. ده كان زي النهارده ودايما وابدا زي كل يوم فرحه وانتصار. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نشوف ما بين هذه الفرحة وهذا الانتصار كيف جاء التعادل مع الترجي، هل هو فرحة ولا سبب للقلق، ومؤشره ايه بالظبط وبكل وضوح بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. الاهلي والترجي، الترجي يا دولة زي ما بيتقال في تونس، والأهلي رد الأهلي يا أمة. بين الاثنين الحقيقة من العلاقة الوطيدة القوية الجميلة ما يكفي إن مبارياتهم دايما تخرج بهذا المستوى وبهذه الروح الطيبة. لكن اللافت إنه في السنوات الأخيرة في غالبية لقاءات الأهلي مع الترجي في مصر دايما وأبدا لا يحقق فيها الأهلي الهدف المطلوب،
يتعادل، يتعادل إيجابي يتعادل سلبي حتى في الأدوار المتقدمة كانت، ثم ينجح الأهلي في تونس. دي ظاهرة يا باشمهندس، هل لأنه الأجواء واحدة والظروف واحدة وأرضية الملاعب واحدة والطقس العربي واحد فبيخلي مفيش فرق بين هنا وهناك، ولا هي الضغوط العصبية اللي الضيف متحرر منها وصاحب الأرض مضغوط عليه بيها؟ اللي بيحصل مع الأهلي هنا هو اللي بيحصل مع الترجي في تونس. قبل ما اخش في الأسباب تعال نخش في الموضوع ده والنتيجة دي. النتيجة دي أزعجت جمهور الأهلي وخرج غير راضي عن المباراة. لجأت تاني إلى العنصر الموضوعي في التقييم، وجدت إن كل الإحصاءات لصالح النادي الأهلي في هذه المباراة. وأكثر من هذا، لك هدفا صحيحا ملغيا وضرب الجزاء. مباريات الأهلي والزمالك والترجي مش هتخرج إلا بفرق هدف حاجة كده يعني. فتصبح الصفارة شديدة التأثير. وانت ارتبت من اول الحكم ده ما جه. وانا اسألك في حتة هذا الارتياب، لانه وكان عندك حق، وده الحقيقة في تعليقات كتير دلوقتي بتقول لك هو الاهلي هيكتفي بالتلميح على استياءه من التحكيم ولا آن الاوان انه ياخد موقف، لأن ربما الـ 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 الكلام اللي في الميديا أو كلام المرسل أو اللي بيتقال في تصريحات ما هوش ده اللي بيعول عليه. فالبعض يطالب يقول لك خد موقف بقى، ابعت احتجاج، ابعت احتجاج، ماذا يضيرك وأنت المسألة واضحة أنك تبعت احتجاج قبل. أنت دلوقتي حصلت عشان تتوخى حتى المفاجآت في المستقبل. يعني الناس بتقول لك ما انت ما احتجتش، عدى مرور الكرام. ايوه بس انا عندي سبب موضوعي يخليني بلاش احتج، لانه حتى لفظ الاحتجاج ربما كان غير رياضي. استفسر يعني، انا في رايي جهاز الكوره ابدا ايا كان الشكل اللي هتعترض بيه، لا تطلب تفسير من الاتحاد الافريقي عن سبب اختيار طاقم بعينه لنفس المباراه على نفس الملعب على التوالي. هو الاتحاد الافريقي بدعه، الناس دلوقتي بتتحرك زي ما عايزه، ولما يختار الحكم اللي انت دبحك في الكاس في تاني مباراه في الكاس في الدور اللي بعديه هو يا سيدي. الناس بقت وكلنا في الهم شرق الظاهر، ولا كلنا في الدنيا ايه يعني، ما بقاش في عمليه الاهتمام قوي بتحقيق الشفافيه وتوخي الحذر والبعد عن الايه؟ درء الشبهات. الارتياب حتى، بلاش الشبهات. يعني انت تملك انك انت بتختار حكم ليه؟ حكم عشان يحكم بالعدل بين الاطراف. طيب في حد كده عليها مهمه، اشمعنى هو؟ بص يا باشمهندس، لما الامر ينتقل من مرحله الهمهمه إلى اتهامات حقيقية بالرشا لدى حكام أفارقة يتم شطبهم من قبل الفيفا وفي أوروبا، وحكم ضيع لك بطولة. تعرف الدوري في إيطاليا كل الناس بتقول لا موسم تحكيم يستدعي التحقيق. دي مش عيب، حقي إن أنا أسعى أن أنال. ده أنت بترد القاضي يا أخي، ما تقدرش ترد الحكم. بالظبط، خاصة أسلوب تعيينه أو سياسة تعيينه معيوبة أو على الأقل فيها غير عناد مفهومة. فيها عناد بلاش فيها تربص، فيها عناد. يفيد مين الكلام ده؟ يفيد مين؟ ولا أنتوا يعني خلاص اطمأنيتوا أنه خلاص بقى الكرة هي ماشية وبدون جمهور وفي الدرة؟ يبقى ما ينفعش الكلام ده، لأن التاريخ بيقعد يدي تراكمات. تبص تلاقي الناس تقعد تتكلم طول عمرها في هذه الأمور. لما احنا هنحلل الكلام ده كله. وفي كل العصور يا باشمهندس، في كل العصور وفي كل الاماكن، اهي ادي مثلا، ادي ضربه الجزاء وادي الهدف، هدف مروان اللي اتحسن. انت عارف مساله ان واحد يجي يقول لك اصل ايده اتمدت. الايد مش فقط مصدر تسلل، الايد ممنوع اللعب بيها، عشان ممنوع اللعب فيها فبيسيبك تمدها. لا مسموح، بيحاسبك على الجسم وعلى الرجل، على العضو اللي انت بتستغله في اللعبه.
الراس الرجل يعني لا طبعا. جزء من وبعدين حتى عارف سياق اللعبه كله غطى بعدها يعني عشان تقفش اللعبه دي يعني تعرف لو انفرد لوحده بعديها كان ممكن يقول لك اتلخبط، لكن لما مشيت اللعبه وشفتها ده كله جري غطى يعني كل الازرق ده قبل الكره ما تخش في الجون كان جنب الحكام التقال اللي زي الراجل ده تقال يعني لما يكون عايز يودي حاجه لا صنايعي بجد. انا ركزت في بعض القرارات اللي في الماتش نفسه، المناطق غير المهمه للاهلي لو ليك فاول يديهولك، ما هو مش هيفضل يصفر في اتجاه واحد بس في الحتت المهمه مش هيديها لك، ودي بقى شغل المعلمين. على فكره ده كان مسار تعليق في الاستوديوهات كلها يعني باستمرار، والماتش بتاع 2-2 السنه اللي فاتت كده يراضيك بحاجات في نص ملعبك في نص الملعب مش يراضيك يبان انه فيه فانت لكنه في الحتت اللي فيها خطوره مش هيديها لك. لكن زي ما بقول لك في كل العصور وفي كل الدول وفي كل الانظمه الكرويه الحكم بشر يصيب ويخطئ ويرتشى، انتوا ليه ما بتكملوش طبيعه البشر؟ فبالتالي الاتحاد الدولي بيقاوم كتير جدا هذه النماذج الفاسده. الاتحاد الافريقي شطب ناس الله. وشطب من ثبت مسبقا تحاملهم على الاهلي في مباريات كانت غير مقبوله وغير معقوله. واذا قعدت تقول لي ده بشر سيبني اتعامل معاه كبشر بقى. بالظبط، مين قال لك هو كبشر محصن من الخطا؟ ما هو بشر، فنتعامل معاه كبشر بكل ما هو بس انت بشري. كمسؤول ما عندكش طرف الخطا ليه؟ لان عندك الوقت، هو ما عندوش الوقت. فما تقعدش تعند بقى وتبين ان انت ما بيهمنيش، لا بيهمك قوي بدليل انك كل ماتش الثلاثيه المشهوره اعرض الثلاثه واختار لك واحد، وكل ماتش يحصل اعتراف من صاحب الشأن بالكلام ده. مش في تصريح بهذا الكلام؟ صحيح صحيح صحيح. عرض عليا ثلاثه وانا قلت له كذا ومش هختار الا دول، وفسر وقال لان انا من حق احمي فرقتي. طيب بعد هذه المباراه الاهلي تعادل مع الترجي بدون اهداف زي ما قلت لكم. الاهلي لعب مع الترجي 17 مباراه في تاريخ المواجهات الافريقيه اللي بينهم، 9 مباريات كانوا في القاهره منهم 3 مرات فقط فاز فيهم الاهلي و6 تعادلات. يعني القاعده في لقاءات الاهلي والترجي في مصر التعادل، 6 تعادل ضعف مرات الفوز. الطبيعي ان الاهلي يكسب في ملعبه، لا كسب 3 مرات فقط و6 مرات تعادل الفرقتين وما خسرش طبعا الحمد لله ولا مره. الاهلي سجل في الترجي 10 تجوان والترجي سجل في الاهلي في مصر هنا 4 اهداف. انا بقول في مصر لانه مباريات احيانا في برج العرب واحيانا في القاهره. في 8 مباريات جمعت الفرقتين في تونس اللي جايه هتبقى 9، الـ8 دول الاهلي فاز في 3 والترجي فاز في 3 وتعادلوا مرتين. يعني الاهلي زي ما كسب الترجي هنا 3 مرات كسبه في تونس 3 مرات في 8 ماتشات بس مش في 9. لا هي الحظوظ 50-50 3-3-2 اذا الحظوظ هو ده مش معناه ان بالضروره ان انا اروح اكسب بقى الترجي كل مره. الاهلي سجل في تونس في الترجي 6 اهداف والترجي سجل في الاهلي في تونس 6 اهداف. يعني بصوا 50% المساله ايكوال ازاي، فيها تكافؤ شديد جدا. في تونس الاهلي جاب في الترجي 6 جوان والترجي جاب في الاهلي 6 جوان برضه، يعني حتى الارض ما خدمتش الترجي في تونس ولا الارض خدمت الاهلي في مصر. في الحالتين ده يعني في مرات الفوز والتعادل، لكن ده مؤشر حقيقي او ده تفسير منطقي جدا لهذه النديه وهذا التكافؤ بين الاثنين. من وجهه نظر المتواضعه سببها ان الفرقتين من الفرق الجماهيريه الكبيره جدا، كل واحد فيهم ما بيلعب في ملعبه عليه ضغوط عصبيه رهيبه، بيتحرر الضيف من هذه الضغوط فبيلعب كويس بره ملعبه، يروح لملعبه الجماهير راكبه على كتافه في ضغط عصبي شديد جدا. ده اللي بيلازم الترجي في تونس وده اللي بيلازم الترجي او بيلازم الاهلي في مصر. عشان كده الضيف بيحقق مبتغاه اكتر من صاحب الارض. ده ربما كان التفسير المتواضع لهذه الاشكاليه يا باشمهندس، لانه ما فيش منطق يقول ان الارض على كل هذه المباريات تتخلى عن صاحبها. لا ما انت في الاخر برضه كسبت 3 وما خسرتش، هو خسر على ارضه.
هو ده اللي انا مش عايز اقول، يعني مش ده اللي مستوقفني قوي هنا، لكن اللي مستوقفني هو ليه المره دي في غضب. يعني حتى لما خسرنا او تعادلنا مع النجم الساحلي هنا ورحنا، ولا في الصفاقسي هنا ورحنا كسبنا. اذا يعني بس يعني الثوابي بتخلي الجمهور ما اولا ده ماتش مش رايح جاي، دي مجموعه يعني مساله ان انا لما اخسر نقطتين المرشح الاول معايا خسر نقطتين. بالظبط. كويس؟ بالظبط. المباراه اللي جايه هي اللي خطر. هي اللي خطر. لانك انت اذا ما كسبتهاش هتدخل منافس مع الترجي على قمه المجموعه. ايوه. واخد بالك؟ انت دلوقتي يجب ان ننشغل بربنا وفقنا ويبعد عننا شر التحكيم. كل اللي طالبينه بس ان احنا ناخد حقنا. نستحق الهزيمة نخسر أهلا وسهلا، المفروض نكسب ما نكسب. لو استطعت أن تعوض لا الليلة هتبقى زي الفل بإذن الله. تاون شيب البتسواني كسب كامبالا، ما أنت النهاردة افرض أن الترجي هيفوز يبقى أنت لازم تفوز. هيلعب في ملعبه مع تاون شيب هيبقى 3-3 هيبقى 4-3 4-3 لو تعادله هيبقى 2-4 لتاون شيب. إذا أنت مكسبك يخليك 4، يحطك على القمة يحطك على القمة. فأنت محدش هيوصل لأكتر من 4 غير تاون شيب لو كسب الترجي. فنقطة الانطلاقة بتاعتك كامبالا. إيه؟ بإذن الله، نقطة الانطلاقة بتاعتك كامبالا. بالظبط كده. لو استطعت أن تفوز في هذه المباراة خارج ملعبك وربنا يوفقك استعدت الأرض. إنما هو اللي بيزعجك وقال إيه الناس، على فكرة الناس مش قلقانة عشان ماتش الترجي أو مش زعلانة، الناس قلقانة إن عندك غيابات مؤثرة ما بقتش مطمئنة بقوة فرقتك إنها تحقق ما سبق لها أن حققته. حاسوا إن الفرقة فاضية. مش فاضية، لا دي كلمة تقيلة قوي يا إبراهيم. لا حاسوا بكده. لا مش فرقة فاضية، لكن أهم أسلحتها مش موجود. بالظبط. بدليل إن أنت ما أنت وأنت الفرقة مليانة اتعادلت 2-2، هنا ما دخلش، على فكرة 0-0 أحسن من 2-2. أه طبعًا طبعًا. فانت اتعادلت هنا 0-0 واتلغى لك جون وليك ضربه جزاء. يبقى انت اديت السنه دي احسن من السنه اللي فاتت. فالفرقه مش فاضيه لكن ما فيهاش الاسلحه اللي كانت حاسمه واللي كانت مطمناك على المشروع، يعني كل الناس مستنيه بقى تيجي افريقيا ومعانا ازارو واجايه ومعلول لقيتها خفت. الاصابات لقيته مش موجودين. اصابات كتير. لا دول مش موجودين. انت فاهم؟ يعني انت معول عليهم. بالاضافه لعبد الله السعيد عشان ما نتجاهلش. لكن كمان انا اللي اندهش ان تلخيص الامر في عبد الله السعيد، عبد الله السعيد لما موجود ودول مش موجودين مش هنؤدي الى النتيجه برضو افضل من اللي حصل. ليه؟ لان هو الرباعي والخماسي ده انت حتى في هذه المباراه يعني خرج السوليه. لا والله دي نتيجة طبقا للظروف، نتيجة لازم الناس تقتنع بيها. ولو كنت خدت حقك كان زمانك انت اللي قاعد ومبسوط جدا وبتقول كلام زي العسل. بس تاخد حقك. صحيح. تاخد حقك. يعني المهندس عادل اشار لحتة ربما كان من المناسب ان احنا نرجع نتكلم فيها تاني. لانه بقت لبانة برضو عبد الله السعيد. يا جماعة عبد الله السعيد لعيب تقيل جدا، لعيب مهم قوي، عمل تجربة هائلة جدا مع النادي الأهلي، أثر فيها وتأثر بيها بشكل كبير جدا، لكنه انتقل خلاص إلى ناديه الفنلندي ويرجع يروح أهل جدة ربنا يوفقه مع المنتخب الوطني إن شاء الله في كأس العالم. لكن مش معقولة لو المطرة مطرت في الصيف دلوقتي وحصلت الزعابيب يبقى أصله عشان عبد الله السعيد مش من الأهلي. كل الظواهر اللي بتحصل مرجعها دلوقتي اصل عبد الله السعيد مشي من الاهلي. غير منطقي، وبرده ما حدش بيقف عند حقائق الامور في علاقه عبد الله مع الاهلي واثناء وجود عبد الله مع الاهلي. وكان عبد الله الراجل وهو موجود الاهلي كان بيكسب، بقيه اللعيبه دي ما لهاش دور. ولما عبد الله مشي من الاهلي كانه الاهلي ما فرحش ابدا وما كسبش خالص. نفكر بالماتشات تاني؟ انت مش هتقرا العناوين بقى خلاص. هقول لك عبد الله السعيد علشان انت دخلت فيها. الاهلي لعب 28 مباراه السنه دي. لعب 21 في الدوري، لعب في السوبر المصري مباراه واحده، لعب في دوري ابطال افريقيا 6 مباريات.
20 فوز للاهلي مع عبد الله السعيد. فاز الاهلي في وجود عبد الله السعيد 20 مباراه. وفاز في السوبر المصري على المصري 1-0. الاهلي في غياب عبد الله السعيد للاصابه، في غياب عبد الله للاصابه خلال فتره وجوده مع الفريق لغايه لما الراجل مشي في 13 مارس. غياب عبد الله عن الاهلي لدواعي الاصابه 9 مباريات. الاهلي في التسعه دول فاز في 7. عشان تشوفوا القصه، قصه الفريق كله في وجود عبد الله كانت كل العناصر فايقه وموجوده. الحاله البدنيه كانت افضل، الاصابات كانت اقل من دلوقتي. المجهود البدني ومخزونه في المرحله دي كان غير دلوقتي، كلها اسباب موضوعيه. مش كان بس لاعب واحد، مع احترامنا ليهم كلهم، مفيش واحد لوحده يحدث هذه الفوارق الكبيره. بدون عبد الله في التسع مباريات الاهلي فاز في 7، على الاتحاد وعلى الرجاء وعلى النصر مرتين وعلى الداخليه وعلى انتاج الحرب وعلى انبي. وفي كاس مصر في غياب عبد الله الاهلي فاز على تليفونات بني سويف 5-0. وفي افريقيا فاز الاهلي على النجم الساحلي العتيد العنيد في برج العرب 6-1 في غياب عبد الله السعيد للاصابه. يعني اختزال المساله. وعبد الله لعب في الاخر ضد الوداد. اه في غياب عبد الله السعيد رسميا بقى من 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 من, من الوقت ما مشي، من بعد ما مشي عبد الله في 13 مارس الاهلي لعب 9 مباريات، 5 في الدوري و2 في الكاس و2 في افريقيا. الخمسه في الدوري الاهلي فاز على طنطا 2-1 وعلى وادي دجله 1-0 وعلى بتروجيت 2-1 وتعادل مره واحده مع سموحه بدون اهداف وخسر مباراه الزمالك. يعني في الخمس ماتشات 3 فوز 1 تعادل 1 هزيمه. ده بعد ما مشي عبد الله. في كاس مصر الاهلي فاز على الداخليه 2-0 وخسر من الاسيوطي 1-0. وفي افريقيا الاهلي فاز بدون عبد الله على مونانا الجابوني 3-1 وتعادل مع الترجي. دي مباريات الاهلي بدون عبد الله السعيد ومع عبد الله السعيد، فمش عايزين خلاص. لا الراجل لعيب مهم خرج بره. مش عايزين نختزل الموضوع ونبدا نتكلم في الموضوع ده، والا انتوا كده بتهزوا ثقة يعني اللعيبة وقيمة البدلاء اللعيبة اللي انت بتتكلم عليهم. ومين البديل؟ مين البديل؟ مين البديل؟ ليه محطوطين البدلاء تحت ضغط المقارنة؟ عبد الله السعيد عشان ينضج، ويبقى عبد الله السعيد خد 3 سنين بالظبط. فانت كمان استحمل غيره، استحمل غيره عشان ربنا، لكن مش بقول لك استحمله 3 سنين، لان الفريق تملي كانوا يتحدثون عن الاهلي وعن شخصية البطل في عدم وجود عبد الله السعيد، وانه شخصية الاهلي ما زالت مستمرة. المفاجأة في ماتش الزمالك، ثم بفعل فاعل في الماتشين الأخرانيين بس. والجهاز إن شاء الله يتمكن من نتمنى إن احنا نؤازر. وبعدين مين؟ خلاص عبد الله السعيد يا جماعة، ما احنا قلنا المؤازرة في الحلوة والمرة، الحلوة والمرة، إنما مش هنختار من الأهلي نقوله اللحظة الحلوة نهاجمه إمتى ونشجعه إمتى، لانك مش هتيجي للحظه الحلوه الا اذا استحملت اللحظه. انت سبب شوية. انت بدعمك سبب اللحظه الحلوه. ايوه، وهو انت صانعها، وكل الناس شايله همك انت. آه. وبتشتغل عشانك انت. كجمهور. طيب بعد هذا التعادل مع الترجي، الاهرام قالت الاهلي يتعادل سلبيا مع الترجي في لقاء عنوانه الذكاء المفقود. الاحمر خالي الدسم والروح وتساؤلات حول خروج باكا ونزول صلاح. حكم المباراة ألغى هدفا صحيحا ويتغاضى عن احتساب ضربة جزاء. لخص الليلة كلها. أخبار اليوم قالت في مستهل مشواره بدور الأبطال الإفريقي الأهلي يتعادل سلبيا مع الترجي بعد مباراة خشنة. الأخبار المسائي الأهلي عطلان، الأحمر يتعادل مع الترجي في بداية مشوار دور المجموعات. واخبار الرياضه قالت نص الاهلي يتعادل مع الترجي وملانج اللي هو الحكم. مش نص يعني خط الوسط، نصف فريق الاهلي. نصف فريق. والمساء قالت اول وتاني الاهلي لسه بيعاني. فشل في تحقيق الفوز على الترجي والبدري يعلق فشله على شماعه التحكيم. اهو بقى البدري يعلق فشله على شماعه التحكيم، يعني كما لو كانت المساء في وجهه نظرها ان الحكم ما عملش حاجه. الأهرام المسائي غير المساء، مالانج
ذبح الاهلي يعني في المسا شماعه، وفي المسا وفي الاهرام المسائي سلخان. شماعه لما يبقى في شيء مش واقعي. اه لكن لما اقول لك ان انت تعديت عن ضربه جزاء ولغيت لجون سليم انا بسرد حقيقه. صحيح. قالت الاهرام المسائي ملانج ذبح الاهلي حرمه من هدف الفوز ليتعادل مع الترجي في بدايه مشوار دوري الابطال. الاحمر يفتقد القياده في وسط الملعب واللمسه الاخيره غائبه. طيب اللمسه الاخيره غائبه لنقص حد في 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 مؤثر في الهجوم ولا في وسط الملعب؟ في نقص خلاص. ورغم هذا وصلت وضيعت وسجلت. صحيح. والغي لك اهداف. جريدة المسا تاني في صفحاتها الرياضية قالت حسام البدري بعد سلسلة الإخفاقات المتتالية تجميد المستحقات المالية للاعبي الأهلي. الفريق يمر بظروف غير طبيعية والوقت كاف لتصحيح المسار قبل لقاء كامبالا سيتي. بإذن الله. الشروق قالت الأهلي يرفع الحظر عن مستحقات لاعبيه بشرط الفوز على كامبالا. الهدوء يعود نسبيا بعد التعادل مع الترجي والخطيب راض عن النتيجة في ظل الظروف الحالية. لكن الأهرام المسائي رجعت وقالت الأهلي فوق البركان. هدوء مؤقت قبل موقعة كامبالا والخطيب ضد رحيل البدري. الشروق كان عنوان المباراة فيها تعادل مع الأهلي 0-0. ده في الشروق التونسية. الشروق التونسية. آه. تعادل مع الأهلي 0-0 انطلاقة ثابتة للترجي. دي الصحف التونسية. الصباح قالت رابطة الأبطال ميم واحد جيم واحد المباراة الأولى المجموعة الأولى. الترجي يعود، ده حلوة الكلمات المتقاطعة في العناوين دي. الترجي يعود بنقطة ثمينة من الإسكندرية. دي العناوين الصحفية في بعض الصحف المصرية والتونسية. الصوت والصورة كان رأيهم إيه؟ يعني برضو لما الصحافة التونسية بتحتفي بالتعادل بتاع الترجي أمام الأهلي، هذا إدراكا لقيمة الأهلي حتى لو كان يفتقد أهم لاعبيه، حتى لو كان ضد صفارة الحكم. ورغم هذا كتر خير الدنيا. طيب نشوف بقى في التحليلات في بي إن. كابتن وائل جمعة صخر الدفاع الأهلي يتحدث عن هذا الهدف الملغي بغرابة. النادي الأهلي خسر نقطتين النهاردة محمد، مهمين جدا، هيفرقوا معاه في في المجموعة دي بعدين. ترجي مش هيكون أسوأ من النهاردة، بعد كده هيتحسن، هيبقى عنده إضافات. نتيجة مقبولة بالنسبة أكيد. الغيابات واضح إن هي مأثرة على النادي الأهلي زي ما قلنا بين الشوطين. تحسن الأداء كتير الشوط الثاني نتيجة دخول أحمد فتحي نص الملعب. أحمد فتحي عنصر قوة كبيرة جدا برغم سوء مستوى حسام عاشور النهاردة، إنما أحمد فتحي قدم شوط ممتاز الشوط الثاني، إدى سيطرة للفرقة وضغط على فريق الترجي بشكل كبير جدا. الأطراف اشتغلت بعض الشيء، شفنا أكتر من كرة عرضية لمروان اللي كان مميز في الشوط الثاني برضو، بدأ يظهر بشكل كبير لأن اعتمد على الفريق على الكرات العرضية، وصل للمرمى من خلال هدف. أنا أعتقد إن هو هدف يعني الشك فيها شك طبعا، انما انا شايف ان هو هدف للنادي الاهلي. الدفاع كان متماسك بشكل كويس النهارده، دليل ان الترجي ما راحش على مرمى النادي الاهلي تماما، في ضغط كبير في نص الملعب على خلينا نشوف كابتن. خلينا نشوف اللقطه مره ثانيه. هذه حاله الهدف او شيء عرضيه ممتازه، خلينا عرضيه مميزه طبعا يعني، لا الزاويه دي مش مبينها طبعا، راح نشوفها بعدم زاويه، الزاويه اللي على نفس الخط مع اللاعبين مبينه هنا يعني. هنا المدافع اللي في الاخر ده محمد اللي هو على نقطه الجزاء مغطي مروان، فانا شايف ان هي هدف. حتى خط الملعب اللي في الارض، صح خط الملعب اللي في الارض مبين هنا يا كابتن طارق ان مروان والتقدم باليد واليد مش محسوبه في التسلل، لان لو شفت في نهايه الخط اللاين مان واقف غلط، اللاين مان واقف اللاعبين مداريين عليه، فاعتقد ان يعني بص هنا اللقطه اللي كانت اللي فاتت يا محمد، اللقطة اللي فاتت كانت الحكم المساعد واقف على الخط في ظهر اللاعبين مش شايف، المفروض يبقى سابق خطوة عشان يظبط اللعبة أكتر، إنما أنا شايف النادي الأهلي زي ما قلت أضاع نقطتين مهمين جدا، الترجي فرقة كبيرة مش هيكون أسوأ من اللي شفناه النهاردة، هيدعم الفريق، هيعود للمجموعة مرة تانية، عنده مباراة الأهلي في الدور الثاني هتبقى في ملعبه، النادي الأهلي تأثر بشكل كبير جدا بالإصابات اللي عنده،
يعني خسارة نقطتين النهاردة مهمين جدا للنادي الأهلي. ما أنا مش شايف أوفسايد إزاي؟ ده واقف غلط. مش كابتن وائل جمعة بيقول لك مش شايف حاجة. ده مش شايف حاجة يبقى مفيش أوفسايد. يعني هو لو شايف فانيلا حمرا سابقة يحسب أوفسايد. طبعا. لكن ده مش شايف. لا وهو ما دام واقف لورا هيشوف الأزرق قدام. استاذ يعني لما متاخر سنه هو لا شاف اوفسايد ولا شاف حاجه من الاخر كده. اه بدليل الحكم حسبها اللي احنا متضايقين منه. وجون جميل ملعوب. هي ما هي نفس الاخطاء الكبيره اللي كانت في مباراه التنين. طب ما تعالى ده راي كابتن الاهلي. عايزين نشوف بقى كابتن تونس. اه طارق دياب. كابتن طارق دياب نشوفه. اللي تعليقك على الحاله هذه كنت تشوفها هدف او ان الحكم وفق في عدم احتساب اللقطه؟ اولا كابتن طارق الاهلي كان اكثر رغبه في الشوط الثاني الوصول لمرمى الترجي. صحيح. هات اللقطه اللي كان واقف عليها. خلينا نشوفها الان. الاهلي افضل في الشوط الثاني. المساعد واقف فين؟ المساعد واقف غلط. بص هنا في اللقطه دي وقت التمرين حنشوف وقت التمرين. هذه مش لحظه التمرين. طبعا مش لحظه التمرين. هو هنا راح نمشيها شويه. زين ما رفعش. نقول رجله اليسرى ما زين. مشي كوره. ايوه هنا ماشي. بالزبط. ماشي. هنا بالظبط الكوره خرجت. حتى رجل المدافع هذه لحظه لا انا مش تسلل. مش تسلل يا كابتن. رجل المدافع حتى رجل محمد صحيح. المدافع الاخراني للترجي رجله مغطيه مروان. حكم سيء كمان النهارده في تعامله مع اللاعبين في الفاولات وترك الملعب بشكل كبير. ما كانش حاسم في اللاعبين مع اللاعبين يا محمد. لا ما عدا هذه ما فهمت. الحكم ما اثرش على المباراه. هذا يمكن هدف في هدف. لا هدف اعتقد ان الترجي اليوم بصراحه في الشوط الثاني كان سيء. سيء لما ضغطت عليه لان يعني في الشوط الاول كان الترجي تقريبا يلعب في مناطق الاهلي. في الشوط الثاني تراجع الترجي اولا بدنيا. شاهدنا لاعبين الاهلي اسرع في افتكاك الكره لاعبين اسرع في التحركات نتاعهم. كان ينوي اعتماد على المرتدات لكن ما شفنا حلول في المرتدات. الترجي كان بطيء المرتدات. خنيسي وحده في الهجوم بدون مسانده. وصل الميدان اليوم ما عدا كوليبالي ما عدا فرانكوم البقيه كانوا دون المستوى. الوحيد اللي كان سريع الوحيد اللي كان قوي من ناحيه اني ترك الكره كوليبالي ما شاهدناش اليوم حتى منصب الشوط الاول. بطبيعه حال غيلان عنده 3 أشهر ما لعبش واول مباراه ليه ماهوش حاضر بدنيا. حتى البلايلي اللي اعتقد يكون افضل في الشوط الثاني ما قدرش مردود طيب وطيب. ولهذا غريب الترجي لما ضغط عليه الفريق اصبح لقى صعوبات كبيره خروج بالكوره. لاعبين تحت الضغط لقوا صعوبات كبيره خروج بالكوره. خسروا كثير من الكرات تمريرات مقطوعه ما عندهمش امكانيه معناتها باش يخرجوا الكوره بسرعه. وهذا ما خلى الترجي تقريبا 45 دقيقة الثانية هو اللي دافع. ده رأي الكابتن طارق دياب على أسباب تحسن أداء الأهلي في الشوط الثاني وإزاي كان أفضل من الترجي وأخطر. لكن كان المهم جدا استقراره على أنه الهدف صحيح وأنه الحكم لغى هدف كان كفيل بفوز الأهلي. طيب وبعدين؟ كل سنة نتكلم نفس الكلام. وآخرتها. وآخرتها صحيح. نشوف كمان بانه هي عامله تحليل لهدف الاهلي الملغي. بما ان التحكيم اخذ جزءا كما تابعتم من ردود الافعال من الطرفين دعونا نتوقف مره اخرى عند الحاله الحاسمه الهدف الذي الغي لفريق نادي الاهلي بعد ان رسم الخط الذي يوضح ان كان هناك تسلل ام لا. الان اكثر وضوحا الحاله كابتن وائل. انا شفتها مش تسلل يا محمد بس قلت لك موقف الحكم مبين ان اللي هو مش شايف اللعبه صح انما الكره سليمه 100% وشفناها في الزاويه قريبه جدا. الحكم موقع خطا مساعد متاخر. مساعد واقف غلط مش شايف اللعبه متاخر تماماً. متر تقريبا عن الخط مش شايف اللعبه صحيح. تماما. بص موقفه المفروض يبقى مع الخط او كمان لقدام كمان انما هدف صحيح 100% طبعا. كابتن طارق نفس رايك؟ هدف صحيح. طيب وشريف عبد الفضيل هنا دول هناك في الاستوديو التحليل. طيب نشوف شريف عبد الفضيل ما شاء الله يعني في تحليلاته
من النماذج اللي طلع في التحليل بشكل كويس. اه طبعا. طبعا الجون اللي اتحسب دوت لو اتكلمنا عليه طبعا جون صحيح 100%. صحيح. اولا الحكم الرايه ما كانش واقف على خط واحد مع الناس. يعني انت ما شفتهاش. خلينا نتكلم عن التحكيم الافريقي بالذات. انا واحد من الناس في 2012 مع كابتن بدري قبل نهائي افريقيا بيلعب الترجي التونسي في تونس في استاد رادس. مايكل انرامو الراجل حط الكوره اتكلمت عنها في بدايه الحلقه النهارده. ده من ضمن ده حاجه بسيطه من الحاجات طبعا. وكان بركات اتطرد بعد ما فيش ربع ساعه لان اتطرد هو كمان وتوتال الماتش ما لعبناش بتاع ربع ساعه حاجه. يعني خلينا نتكلم ان يا جماعه في فعلا مشكله تحكيميه بالذات في شمال افريقيا بالذات. بتعرف ازاي تستنقل الحكام او بيضغطوا ازاي بيعملوا ستريس على الكاف في الافريقي. عندنا في مشكله. احنا دايما بنعاني في التحكيم في افريقيا بالذات بقى في الملاعب بره في افريقيا. ابراهيم ده ماساه مش بهزر. تيجي تلعب 2 الظهر في اجواء مناخ غير طبيعي وتيجي تلاقي حكم كمان عليك وبعدين ما فيش عندك اي رده فعل. انت ما فيش عندك حد قوي مثلا يقدر يتكلم مع الناس دي. احنا مش عايزين غير العدل بس. احنا عندنا الحمد لله الامكانيات بتاعتنا كلعيبه وكنادي اهلي ونادي الزمالك لما بيشارك او اي نادي تاني. كابتن سامح حفيظ انا شفته في اكتر من لقاء وكابتن حسام بدري اتكلموا بشكل لازع عن الموضوع ده لان فعلا احنا عانينا كتير بالذات كابتن حسام بدري. صحيح. في كل ولايه بيمسك فيها كابتن حسام بدري لازم يبقى في مشكله حقيقيه في التحكيم بالذات في البطولات الافريقيه. بجد والله لان انا واحد عاصرت الناس. انا حسيت بالظلم ده وانا موجود في الملعب. احنا بنعاني بنعاني تحكيميا. فاتمنى ان شاء الله ان عندنا اتحاد الكره بتاعنا لازم ياخد موقف. والنادي الاهلي دايما بيبقى ليه كلمته في افريقيا. فهم ما تعرفش اتحاد افريقيا دايما بيبقى عايز الاهلي يبعد لان احنا دايما متصدرين المشهد. دايما النادي الاهلي منتخب مصر. ده راي الكابتن شريف عبد الفضيل وقال مش من دلوقتي. احنا عاصرنا كتير هذه المعاناه من التحكيم الافريقي. وقال لازم ان يكون في وقفه يا باشمهندس. مش مساله لازم نرصد ال 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 الكلام اول باول بشكل حتى شيك. يا جماعه ما ينفعش كده. ما يعني ما, ما ما مش كل الرهان على موقف المظلوم انه يبقى يعني بيراهن على قيمه وعلى مواقفه. لا ما هتيجي لحظه هتبقى فيها انفجار. يعني مش ما ينفعش اللي بنشوفه مع النادي الاهلي خلال المدد اللي فاتت دي داخليا وخارجيا لا يليق. طيب نشوف الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بيتكلم عن ظروف التحكيم في هذه المباراه ونرجع نقول كلام مهم. كابتن سيد يعني تعادل سلبي ولكن ربما أشعر أن النادي الأهلي لم يكن راضيا عن بعض الأمور الخارجة عن حتى اللاعب ربما. يعني الحمد لله طبعا يمكن البطولة الأفريقية بتتاخد على مراحل وخصوصا في دور المجموعات. يعني مهم جدا طبعا أن أنت كنت تفوز على أرضك لكن في نفس الوقت لسه المسافة بعيدة جدا على ترشح. يعني فأنت عندك أهداف في دوري المجموعات تحاول أن تتحققها. وإحنا كمان النهاردة يمكن بنلعب تحت ظروف ممكن ما تبقاش عادية شوية. عندنا حوالي بتاع 8 أو 9 لعيبة مصابين ودي طبعا ظروف مش يعني مش عادية خالص. يعني عدد كبير جدا من اللعيبة مش موجود. اللعيبة اللي أدت بشكل كبير جدا جدا هايل. يمكن تساعدنا الموقف خصوصا الشوط الثاني بالكامل كمان كانت تحت لنا كذا فرصة عن طريق باكا ومروان محسن او وليد سليمان. لكن هي في النهايه دي كره القدم. يعني خلاص الموضوع انتهى بالنسبه لنا. وان كنت بقول يعني دايما يعني احنا اكثر ناس بقى يعني بنطالب بتقنيه الفيديو في افريقيا تحديدا. يعني الامر صعب جدا صعب جدا يعني بالشكل ده. لان النهارده مباراه في دوري مجموعات او دوري ممكن يبقى فيه تعويض ولا حاجه لكن في اوقات ثانيه بتتحرم فيها الحق. يعني فاعتقد ان ده بقى واجب بشكل كبير جدا. الامر كده هيبقى صعب جدا. السنه اللي فاتت كان نفس الطاقم التحكيمي واحنا قلنا كده. يعني مش اعتراض على طاقم تحكيمي بعينه لكن هو نفس الطاقم اللي اراد ادار المباراه اللي كانت 2-2 وكان عندهم اكيد انتوا عندكم في الاستوديو ممكن تجيبوا الهايلايتس بتاع السنه اللي فاتت اكيد عندكم سهل جدا بسيطه. يعني هتشوف كميه التسللات اللي اتحسبت مالهاش علاقه ابدا ابدا بالتسللات ولا هي تقديريه ولا هي مثلا على بعد خطوه ولا اثنين. ده في واحده على ما اتذكر لم تخن الذاكره الجونيور اجاييه كانت مثلا من نص الملعب. النهارده انت بتحسب هدف. انا
احساس الشخص ان هو هدف صحيح يعني، لكن ايا كان الوضع يعني خلاص المباراه انتهت، هتستعد للمباراه الثانيه اللي هتبقى في كامبالا باذن الله. 18 الحقيقه يعني كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ عن التحكيم ما اختلفش عن كلام الكابتن طارق دياب. في هدف صحيح اتلغى كان كفيل بانه الاهلي يكسب المباراه، ده الهدف ده غطى على ضربه الجزاء. طيب يا فرحتي لينا ضربه جزاء ولكن لان خطا الهدف ليك ضربه مؤكده وضربه مشكوك فيها يعني لو أيوة. هتاخد بالمعيار هم ضربتين، فانت معاك يتكلم قوي كتير مش مركزين قوي فيها في الضربه عشان في جون ملغي، وللاسف ما عندناش الحقوق بتاعه المباراه، كنا نجيب لحضراتكم بعض اللقطات بتاعه القرارات المؤثره جدا. لكن يا جماعه وده الكلام للكابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد مدير الكوره ومصحصح وعنده هذا التحفظ على هذا الحكم من قبل كده، انا كنت شايف ما دام في تحفظ على طاقم تحكيم ادار نفسه، لانه الاعتراض والاحتجاج منطقي، وبلاش يا سيدي الامر يرقى الى درجه الاحتجاج، مش احتجاج، والاحتجاج دفاعا عن الحق ما هوش عيب، لكن استفسار للاتحاد الافريقي، اي فريق بيشارك في مسابقه من حقه يستفسر عن ظروف اختيار طاقم بعينه لمباراه بذاتها على نفس الملعب على التوالي، خاصه لما تكون المباراه الاخيره شهدت قرارات اثارت جدل كبير جدا واهدرت حقوق واضحه جدا لصاحب الارض. لما يتعين نفس الطاقم لنفس المباراه على نفس الملعب من غير ما انا من حقي كطرف منافس ابعت استفسر من الاتحاد الافريقي عن ظروف هذا التعيين، على الاقل هسجل موقف، وعلى الاقل هحسس هذا الحكم واللي اختاروه لاداره هذه المباراه ان في عينين بصه وان في ناس فاكره، لكنه يكتفى دايما بالتعليق بعد الحدث زي ما انت قلت. طب كيف راى جريده الصحافه الناقد عبد الوهاب بالرحومه التعادل بقى، تعادل الترجي مع الاهلي؟ يعني كيف راى العنوان بيقول لك ان لم تملك القوه لتفرض اسلوبك فلابد ان تقبل بالطريقه التي تملي عليك. هو من هنا بيقول ايه؟ ان الترجي ذهب الى القاهره وكل الظروف مهيئه له ان يحقق فوز. ليه؟ لان الاهلي يمر بظروف قاسيه. قال لك بطل مصر إيه في ازمه بسبب النتائج الاخيره وضغوطات الجمهور. دي اللي انت قلتها بقول لك عليه، وكذلك اصابه عدد هام من ابرز نجومه، ولكن الترجي اكتفى بنقطه قد ترضي اطاره الفني اللي هو جهازه الفني، ولكنها في المطلق لا تغني ولا تسمن من جوع. هي وعكسها، هي التعبير لا تسمن ولا تغني من جوع، خلاها لا تغني ولا تسمن من جوع. ولن نخوض في بعض الجزئيات، ولن ننقد اختيارات وتوجهات الممرن بن يحيى اللي هو المدرب، ولكن هناك حقيقه لا غبار عليها، وهي ان الاهلي رهيب ومخيف ومزعج حتى إن كان في أحلك وأصعب فتراته. كلام التونسي ده من ناقد رياضي تونسي لجمهور الأهلي، حتى الأهلي هو بيتعادل في هذه الظروف اللي أنصار المنافس هم شايفين ظروفك، كانت ظروف حالكة ومؤثرة في الغيابات، لكن بيقول لك ولكن يبقى الأهلي رهيب ومخيف ومزعج حتى إن كان في أحلك وأصعب فتراته. نعم الأهلي بات عقدة للأندية التونسية والامور نفسيه بالاساس. وبيضيف عبد الوهاب بالرحومه في جريده الصحافه: وما حصل خلال الموسم الفارط عمق هذا الاحساس، على اعتبار ان الاهلي ازاح النجم والترجي اداء ونتيجه، وهناك في صفوف ممرنين ولاعبين احترام مبالغ فيه للاهلي، تاكد اول امس حيث لم يقوى الترجي على تهديد مرمى الاهلي بجديه. عايز اقول خايفين من الأهلي زاد عن اللازم، بل أنه نجأ من الهزيمة، وعندما لا تملك القوة لتفرض كلمتك وأسلوبك فلا سبيل إلا أن تقبل بالطريقة وبالأسلوب وبالكلمة التي تملى عليك. مباراة برج العرب أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن حلم رابطة الأبطال ما زال صعب المنال على الترجي الحالي، فثمت عدة أخطاء وعدة نقائص، والأهم من ذلك أن الفريق في حاجة إلى تعزيزات من الوزن الثقيل. ده كلام
الصحفي التونسي الأستاذ عبد الوهاب بن رحومة، لكن مجد تراوري المدرب العام للترجي تحدث في القناة الناقلة للمباراة بعد هذا التعادل، نشوفه. نقول مبارك على هذه النقطة لأنها أمام وصيف العام الماضي وعلى ملعبه افتتاح جيد لمرحلة المجموعة بالنسبة للترجي. الحمد لله، يعني نقطة خارج الميدان نتاعنا تعرف دوري المجموعات، خاصة المباراة الأولى هي مفتاح بقية المشوار نتاع المباريات المتبقية. لو تبدا يعني بنقطه خارج ميدان تاعك ظهر لي نتيجه تعتبر ايجابيه بالنسبه لنا نحن. صحيح الظروف اللي كان سمعت الكابتن كان يحكي عليها كيف الترجي عن عديد الاصابات، عن عديد الاصابات وعن عديد اللاعبين اللي رجعوا من الاصابات نجمش تعمل عليهم في بدايه المباراه، ولكن تعاملنا مع 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 مع, مع الموضوع هذا وتعاملنا بالشكل الايجابي والحمد لله. معناها في اخر المطاف كما قلت لك نقطه ايجابيه تخلينا نكملوا نخدموا مع اللاعبين في ظروف طيبه باش نحضروا المباريات اللي مازالت عنا ان شاء الله. تطمئن على اصابه هيثم الجويني؟ صحيح، يعني هذه نقطه كبيره صارت في المباراه، اصابه هيثم ربما الشيء والرسم التكتيكي اللي كنا حاطينه، وخاصه يعني المردود اللي كان يقوم به هيثم خاصه على الجهه اليسرى على المستوى التكتيكي كان منضبط جدا وكان يقدم اداء متميز. الضربه هي عباره على تمزق عضلي خرج من المباراه بالشوط الاول، هذاك الشيء اللي خلينا باش نعوضه بالبلالي اللي هو كذلك زاد راجع من اصابه وماهوش في 100% مؤهلاته البدنيه، كان زاد راجع من تمزق عضلي. يعني هذه كل الامور اللي خلتنا ما نكونوش يعني خاصه في الشوط الثاني ما نكونوش في المستوى اللي نحن نحبوه، ولكن عموما بالنسبه لنا عرفنا كيفاش نجري المباراه وعرفنا كيفاش نخرجوا بنقطه ايجابيه اللي تخلينا ان شاء الله نخدموا في ظروف طيبه بقيه المشوار ان شاء الله. طيب ده كان المدرب ورأيه، ولكن تعالوا نشوف طارق السعيد كيف رأى هذه المباراة وكيف رأى الهجوم على الأهلي. شوف الاهلي ازاي دلوقتي، انتقادات عاليه جدا والموجه عاليه قوي والاهلي وازاي واللي بيحصل. سمعتك امبارح مع الكابتن شريف عبد الفضيل، كنت متابعكم امبارح، هو ليه الموجه عاليه على الكابتن حسام البدري؟ ليه؟ ما انا عايز اسال، انا اللي بسالك يعني. انا بس الراجل جاب دوري وكاس السنه اللي فاتت ووصل نهائي افريقيا، الراجل بيشتغل بقوام فرقه على مستوى عالي. شوف كم لاعب خرج من قوام فرقه الاساسي صحيح للنادي الاهلي. اما يبقى في خمس لعيبه اساسيين مش متواجدين ونحسبهم واحده واحده، سعد سمير مش متواجد، رامي ربيعه مش متواجد، وانا بحط كمان شريف اكرامي على فكره، علي معلول مش متواجد، عبد الله السعيد صاحب، مش هقول صاحب الفريق طبعا، اللي هو كان بيعمل لك ريتم للفرقه مش متواجد، اجاييه مش متواجد، بيتصاب ويرجع ويروح ويجي، ازار مش متواجد. طب الراجل يعمل ايه؟ صحيح قالوا اللعيبه دي تاخد فرص. طب ما انت خدت فرص العب بقى واشتغل. ايه بقى المدير الفني مشكلته دلوقتي؟ انت خلي بالك بتلعب في موسم مرهق وفي ارهاق، بطولات كثيره ولاعيبه منتخب بيروحوا. طيب هل الكابتن حسام البدري، انا سمعتك برضه امبارح، هل هو عنده غلط ان هو ما ريحش اللعيبه؟ الراجل طموح عاوز يعمل ارقام، لان الارقام هي ديت اللي هتبقى له، ليه ما يعملهاش؟ وحتى في الحته دي يا كابتن طارق لما تيجي تراجع امبارح، حتى انا كله في روتيشن، كل اللعيبه في حاجات كتيره كانت غصب عنه، يعني في ناس اتصابت زي رامي ربيعه ده في لقاء الاهلي والزمالك الدور الاول. طب هيعمل لسه غايب لغايه دلوقتي مروان محسن مع منتخب مصر. واعتقد الموجه العاليه على كابتن حسام البدري موجه ظالمه ليه؟ لانه مدرب يستحق التقدير، مدرب يستحق كل الاحترام، لانه عمل من جيل نادي الاهلي الحالي لعيبه تصنع بطولات، وده مش جديد على النادي الاهلي، واعتقد ان هو ماشي بشكل قوي جدا. ده كلام الكابتن طارق السعيد وهو بيستعرض الظروف الصعبه اللي فرقه الاهلي بتمر بيها. واللي لازم الناس على فكره هيجي يقول لك ايه؟ هو انتوا بس بتدافعوا؟ هلا لما كل الناس تهاجم احنا لازم ندافع، لكن ما بندافعش بباطل، احنا بندافع بحقائق وارقام واحصاءات وواقع وصوره وما يحدث، لكن مشاعرنا لو سيبناها هنقول اكتر من اللي بيقولها الجمهور. فالمساله ليست مشاعر، المساله مساله موضوعيه، وعندما تكون في موقف المحلل حلل، ما تسيبش مشاعرك تقودك.
حل اللي محل. هو ليه طارق سعيد بيتكلم بهذه الرؤيه؟ لان ما عندوش متحرر من 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 الضغط العاطفي بالظبط. يعني ما هواش منفعل, يعني ما هواش, هو لعب في الاهلي ويقدر الاهلي, لكن هو في الاصل زملكاوي, لكن هو لعب في الاهلي ويقدر الاهلي ويرى ان في تحامل في الهجوم, لكن ما هواش برضو عاطفيا منجرف في ثوره ازاي الاهلي يخسر كده, مش عايش معانا الشعور ده. فقادر يحلل بموضوعيه وادى الاهلي حقه. صحيح. طيب تاونشيب كسب كامبالا سيتي الاوغندي 1-0. نشوف الهدف للفريق البوتسواني. ده مهم جدا. طبعا, لانه ده غامض, في فرق افريقيه فجاه تطلع. ما تاونشيب اللي الناس واخدها الحصاله اهو كسب. يعني تاونشيب ده لو هو المتصدر الجوله الثانيه راح تونس عمل اي عكننه للترجي, حتى لو رجع بنقطه التعادل دخل في الصوره. لا دخل. يخوفك طبعا. طبعا. نشوف هذا الهدف لتاونشيب في اهو. هو تاونشيب الازرق. طيب ده جزء من المباراه, كويس ان قدرنا نجيب اللقطه دي. عايزين نشوف وبينقلوا كوره. لا فرقه كويسه مش وحشه. طيب اللي بيتكلموا بقى على الاوفسايدات, انهين اللي فيها شك. انهين يا اخوانا. صحيح. لا جون كويس, ما نقول من تحت لحد ما وصل الجون, واجسام قويه. فريق يتعمل حسابه بتسوانا. طيب الجوله دي اللي جايه بقى, يعني الجوله ديت اوكي في المجموعه بتاعت الاهلي, ومهم ان احنا نبص على الجوله الاولى مؤشراتها ايه؟ ايه اللي قالته؟ في الجوله الاولى قالت انه الاهلي والترجي هينتظروا الرؤيه بتاعت تاونشيب البوتسواني, هل بجد هينافس وهيزاحم الممثل العرب في المجموعه؟ الجوله الجايه حاسمه. الجوله الجايه تقول, الجوله الجايه يوم 15 مايو الاهلي هيلعب مع كامبالا سيتي في اوغندا, والترجي هيلعب في ملعبه مع تاونشيب في نفس اليوم. توقيت المباراه, مباراه الاهلي الساعه 3 بتوقيت القاهره, 4 بتوقيت اوغندا, الساعه 3 العصر بتوقيت القاهره على استاد مانديلا الوطني. الحكام بتوع مباراة الأهلي اللي جاية من جنوب أفريقيا فيكتور ميجل جوميز, وبيساعده زاكيل ساولو وجوهانس سيلو. دي في المجموعة الأولى. المجموعة الثانية مولدية الجزائر تعادل في ملعبه مع الدفاع الحسني المغربي 1-1, بس مازيمبي داخل بقوة كسب وفاق سطيف الجزائري 4-1 في الكونغو, وتصدر مازيمبي مبكرا. الجولة الثانية في هذه المجموعة مواجهة جزائرية بقى عنيفة بين وفاق سطيف مع مولودية الجزائر يوم 15, والدفاع الحسني الجديد المغربي هيستقبل مازيمبي. الجولة الثالثة أو المجموعة الثالثة توجو بور توجو مع الحرية الغيني. الحرية الغيني فاز 2-1. سان داونز الجنوب أفريقي اتعادل في جنوب أفريقيا مع الوداد 1-1, يعني الوداد بطل البطولة راح تعادل مع سان داونز, بما يعني انه الوداد ماسك نفسه السنة دي برضه. في الجولة الجاية الوداد هيلعب في ملعبه مع الفريق التوجولي, والحرية هيلعب في ملعبه مع سان داونز. طيب بعد ما استعرضنا الجولة الرابعة, استاذنك الجولة الرابعة, لانه النجم الساحل التونسي المنافس الدائم في البطولة اتعادل بره الارض في انجولا مع اول اغسطس 1-1, وزيسكو يونايتد الزامبي اتعادل مع امبابان السوازيلاندي ايضا 1-1. يعني المجموعه الرابعه اشتبكت, الماتشين انتهوا 1-1. النجم هيلعب مع زيسكو يونايتد في ملعبه, وامبابان هيلعب مع اول اغسطس في ملعبه. المؤشرات تقول انه العرب ماسكين نفسيهم. النجم الساحلي صحيح اتعادل في ملعبه, بس وفاق سطيف مع مولوديه الجزائر بينهم منافسه شديده جدا في المجموعه, والوداد اتعادل بره الارض مع سان داونز, ما يعني ان الوداد اسهمه موجوده. الاهلي والترجي اتعادلوا 1-1, بما يعني انه سيطره عرب شمال افريقيا على هذه الادوار المتقدمه من دوري الابطال ما زالت الفرصه فيها قائمه يا باشمهندس.
احنا لسه بنتكلم على الجوله الاولى كمؤشر. يعني لا لا ثالث جوله اقول لك المؤشرات ايه. الاول مش هتبقى مؤشرات. لا هتبقى مؤشرات طبعا. اه يعني في الماتش ما كل فرقه تلعب ماتشين ثالث ماتش هيبقى هو المؤشر بقى. يا يبقى في استقرار على الاداء السيء يا اما دي كانت كبوه هنبتدي نقول كده. لكن انا في جورنال الجمهوريه مش عايز يسقط مننا هذا الرصد للخناقه اللي حصلت من الحكم قبل المباراه. حضرتك اتفضل. جورنال الجمهوريه كتب ايه بقى؟ افتعل الحكم السنغالي مالينج نندينهو ازمه كبيره قبل لقاء الاهلي والترجي وخالف الاعراف واللوائح برفض دخول غرفه الملابس بصحبه معاونيه في الممر المخصص بالاستاد. اتحجج بايه؟ انها في اتجاه غرفه خلع ملابس الاهلي، ماشي. ولكنه اصر على دخول الغرفه الملاصقه لغرفه خلع ملابس الترجي. حاجه غريبه شويه. وحدثت أزمة كبيرة بعد رفض طاقم التحكيم الانصياع لتعليمات الأمن مراقبي المباراة، وظل الطاقم داخل محيط الاستاد رافضا كل المحاولات لدخول غرفة ملابسه مصمما على فتح الغرفة الملاصقة لفريق الترجي. طلب الأهلي مسؤول الأهلي تدوين هذه الملاحظة في تقرير المباراة للتأكد على عدم حيادية الطاقم من قبل انطلاق المباراة. وسجل الأهلي في موقفه واعتراضه على هذه الطريقة والذي سبق وان اعترض على تعيين الجهاز الفني بعد مباراة 2-2 والأخطاء التحكيمية الفضيحة التي حدثت خلال البطولة الماضية من نفس الطاقم في نفس اللقاء. كما سجل النادي اعتراضه على عدم إجادة الحكم اللغة الإنجليزية وإجادته فقط اللغة الفرنسية وهي نفس اللغة التي يتحدث بها الجانب التونسي، حيث تسبب هذا الأمر في انقطاع التفاهم معه عكس الجانب التونسي. طيب أنت ما رضيتش عشان دي في مواجهة الأهلي ورحت جنب تونس، ده أنت لو تونس بتتكلم إنجليزي والأهلي بيتكلم فرنسي هيبقى عندك سبب، هتقول علشان أنا أي كلام أقوله هيرصدوه وأي كلام يقولوه اللي بيعرفوا اللغة الفرنسية اللي بتكلم بيها إحنا الاتنين هنفهم بعض، يبقى انا اروح جنب الناس اللي ما بتتكلمش فرنساوي، مش هعمل العكس. طبعا اذا لم يتوقف اذا كان تم رصد هذا بشكل رسمي لابد ان يتعامل الاتحاد الافريقي مع هذا الامر. طيب خلاص انا كده اجيب لك سيره حد بتحبه. مين؟ نطلع لفاصل وبعد الفاصل نكلم المهندس عدل القيعي عن واحد بيحبه كل الاهلاويه كل مصر عرفته.